أعوذ بالله السميع العليم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مشاهدين الأفاضل أوفياء قناة القرآن الكريم خامسة التلفزيون الجزائري، أهلا وسهلا بكم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جمعة مباركة في هذا اليوم المبارك إن شاء الله، وهذه اللحظات التي نقضيها معا إن شاء الله عبر حصتكم الأسبوعية بلسم، أهلا وسهلا بكم وبكل اقتراحاتكم ومشاركتكم في موضوع اليوم الذي يخص التغذية أو التغذية في رمضان. غذاؤنا اليوم نحن سنتدارس حول الغذاء في رمضان، فوائد الصوم التي رأيناها في الأسبوع الفارط وتعرضنا إليها ممكن تتم إلى جانب مدخل إلى التغذية إن شاء الله. لذلك يحضر معنا اليوم الأستاذ إمام يحيى بوشابو، أهلا وسهلا. مرحبا دكتورة زهرة. وكذلك أستاذ كمال فليسي، أهلا وسهلا. أهلا بكم. معنا أستاذة دكتورة بالحاج إيمان مختصة في التغذية، أهلا وسهلا دكتورة. أهلا وسهلا، شكرا لاستضافة. في حيثما كنتم مشاهدي الأفاضل أكرر الترحاب، وطبعا في قلت الحصة الفارطة تعرضنا إلى فوائد الصيام، واليوم إن شاء الله سنتطرق إلى فائدة لها علاقة جد وطيدة بالغذاء، وكيف أنه في نهاية رمضان فيه منا من يخرج بزيادة كيلوغرامات، وفيه منا من يخرج بنقصان من كيلوغرامات، فيه منا من يخرج بروح عالية بإيمانيات عالية مرتفعة وصحة مناعية متجددة، وفيه من يكون دون ذلك. وكيف الوصول إلى أفضل النتائج وإلى الجائزة الكبرى بحول الله في نهاية هذا الشهر المفضل. فبداية دكتورة بالحاج، لو نعرج قليلا عن فوائد الصوم في غدة البنكرياس اللي هي لها دور كبير أثناء الصيام وبداية وجبات الإفطار عند الإفطار من يوم الصوم. بسم الله الرحمن الرحيم، جمعة مباركة، وشكرا على الاستضافة. شكرا لك على تلبية الدعوة. شكرا. كما تكلمنا في العدد السابق تكلمنا على فوائد الصيام، فهي تشمل كل من الفوائد الروحية والفوائد الجسدية التي تعبر على الفوائد التي تعود على الجهاز الهضمي، على جهاز المناعة، على جهاز القلب والشرايين، فمنها أيضا الذي هو العامل الأكبر وهو عامل تجدد الخلايا. فخلال شهر رمضان أو خلال الصوم الذي يتعدى 12 ساعة، لازم يتعدى 12 ساعة، فإن الخلايا تتجدد. فهناك الخلايا التي الخلايا السرطانية أو الخلايا التي تؤول إلى الموت، فخلال هذه الفترة نقوم بالتخلص منها. وهناك خلايا مفيدة التي تتجدد، ومنها خلايا البنكرياس. ونتكلم هنا على الخلايا بيتا البنكرياسية التي تتواجد على جزر لانجرهانس. فهذه الخلايا لها عضو فعال، فهي عضو فعال في لدى الأشخاص أمراض معرضين للأمراض السكري. فعند هذا الأشخاص هذه الخلية إما لا تنتج الأنسولين، فهي هذه الخلية فعالة لأنها تنتج الأنسولين لنقص نسبة السكر في الدم، إما لا تنتج الأنسولين إطلاقا، فهنا يؤدي إلى مرض سكري نوع واحد، أو هناك خلل في إنتاجها أو خلل في عمل هذا الهرمون هو الأنسولين، فهذا ينتج عليه المرض السكري فئة 2. نعم، قلتي خلال الصيام تتجدد خلايا بيتا لونغرانس. نعم تتجدد. فلما تتجدد هل نفهم أنه من هو معرض إلى السكري من النوع الثاني، نعم، له فرصة في الصوم أنه يجدد خلاياه ويستعيد، هكذا تقصدين؟ نعم نعم، فإن الفوائد لها، فإن الصوم لها فوائد على النوع الأول أيضا، هي تجدد الخلايا وتساعد، لأن نسبة ضئيلة من الأنسولين تفرز تفرز، فهذا يجدد أيضا عند مرضى السكري النوع الأول. الأول نعم، فالنوع الثاني أيضا يسهل عملية الاحتفاظ بنسبة السكر
في الدم أثناء الصوم. نعم، شكرا لك دكتورة عبد الحاج. شكرا. أمره لأستاذ الإمام يحيى بوشابو، ودائما نقطة مهمة في الصوم، إن شاء الله يكون الصوم تاعنا صوم صحيح إن شاء الله، هذا هو المبتغى ليس كذلك؟ يا ربي. إيه، والصوم باش يكون صحيح بداية نقطة الانطلاقة هي النية، وإحنا دائما نحب نراجع هذه النية كيف تكون. هناك من يصوم يقول لك أنا نصوم رمضان دبيا نكمل بوزن كذا، ممكن يصوم لأغراض معينة لأنه شاف ناقصة بالمجتمع، يصوم راهو يصوم. فصار معنا يعني تعاملنا مع الله عز وجل في هذه العبادة اللي هي كلها خير لنا وكلها بركة للإنسان، صار فيه معاملة التجارة مع الله عز وجل. فأين عبوديتنا لله؟ كيف نحقق عبوديتنا بالصوم؟ من خلال تصحيح النية. جزاك الله تعالى خيرا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله. بداية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على حسن الصيام. أمين. وأن يعيننا على حسن القيام. أمين. فالصيام عبادة من أجل العبادات، وما دام هي عبادة فهي تحتاج إلى النية الصحيحة، لقوله صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. نعم. فالإنسان يأخذ من جزاء على عمله على حسب نيته، فإذا كانت نيته صالحة يكون له الأجر كاملا إن شاء الله إذا كان العمل صواب. إذا كانت نية فاسدة أو لا نية له، وهذه الإشكالية التي أثرتها، أن كثير من الناس يدخل في شهر رمضان ولا يعقد نية التعبد لله سبحانه وتعالى، فيتحول الصوم من العبادة إلى العادة، معناها خلاص المجتمع كاع العالم الإسلامي الأمة الإسلامية أعلنت هلال رمضان، إذن هو سيبدأ الإضراب عن الطعام والشراب، يبدأ يتوقف عن الأكل والشرب من الفجر إلى المغرب، لكن نية التعبد غير مستقرة، وهذا خطأ ربما نقع فيه، نسأل الله تعالى العافية. الصيام عبادة من أجل العبادات، نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وعلامات التعبد فيها ذكرها الله سبحانه وتعالى، حيث يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فإذا علامة صوم التعبد زيادة مستوى التقوى. فالإنسان الأصل فيه أن يكون تقيا، هذا المؤمن الأصل فيه أن يكون تقيا، فإذا جاء رمضان يزداد تقوى. فإذا وجد العبد نفسه في رمضان يترفع عن بعض الصغائر كان يقع فيها في غير رمضان، في غير رمضان ربما شيء من الغفلة يقع في بعض الصغائر أو يسرف على نفسه في المباحات، لما يصوم صوم التعبد علامة كونه متعبد تلك الصغائر يترفع عنها. لهذا كان العلماء والصالحون يقولون: نحفظ صومنا، يكثرون الصمت في نهار رمضان ويمكثون في المساجد، يقولون نحفظ صومنا. فإذا فيه تقوى زيادة، ينتقل ربما من حدود الابتعاد عن الحلال والحرام إلى حدود ترك مسافة بينه وبين الحرام، كما كان يقول الصحابي الجليل عبد الله بن عمر: كنا نترك أشياء مما لا بأس به، أشياء ما هيش يعني محرمة، لكن كنا نتركها خشية أن نقع فيما فيه بأس. الصائم الذي يصوم صيام التعبد هو الذي يزداد في رمضان تقوى، فتجده يحفظ صيامه بالورع والتورع عن كل ما يمكنه أن يفسد صيامه. أما إذا كان صائم يسمح لنفسه في نهار رمضان أن يقع في بعض المخالفات الشرعية، هذه علامة كونه لم يصم تعبدا إنما صام عادة. لهذا جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. إذا كان الإنسان في نهار رمضان
لا يتعفف عن غيبة الناس، يتكلم في الناس يذكرهم بسوء، والغيبة حتى نوضحها كما وضحها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قال: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. فالغيبة هي أنك تذكر إنسان بعيب موجود فيه، نعم موجود فيه، لكن هو ما يحبش كي تذكره به، هذا هو اسم الغيبة. فبالتالي إذا كان الإنسان لم يحفظ لسانه في نهار رمضان عن الغيبة وعن قول الزور كما قال صلى الله عليه وسلم، أو عن الكلام الساقط، أو عن البذاء في الكلام، أو عن التشاجر مع الناس والصخب، إذا صام هو يفعل هذه الأشياء، هذا في الحقيقة لم يصم تعبدا، إنما صام عادة، ويوشك أن يفقد أجر صيامه كله، لقوله صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. نعم جاع وعطش، ما كلاش في النهار وما شربش، لكنه لا ينال شيئا من الأجر، لأن الأجر تاع الصيام لا يعرفه أحد إلا الله سبحانه وتعالى، لقوله في الحديث القدسي: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الآن راح مليار بشر من المسلمين صائم، هذا المليار يختلفون في أجورهم، ملك واحد يأخذ شيء قليل على صيامه، وواحد يأخذ ما لا يعد من الأجر على صيامه. سبب المفارقة بين الأجرين هو عبادة أو صوم العبادة أو صوم التعبد وصوم العادة. نعم شكرا لك أستاذ يحيى بوشابو. طبعا أسأل الله عز وجل أن تكون الفرصة ما زالت أمامنا لنجدد النية إن شاء الله، هكذا يكون المشاهد الكريم استفاد من هذه الموعظة حول نية الصوم لكي يكون صومنا صحيحا بحول الله. وطبعا أعتذر المشاهدين الأفاضل على رداءة الصوت هذه الناجمة مني، ونمر مشاهدنا الأفاضل إلى الفقرة الأولى في أركان هذا البرنامج، روبورتاج أو صبر أراء، نشاهده معا بعد الفاصل. رأيك الأكل الصحي للصائم في رمضان؟ يمكن الأكل الصحية كاع هي التمر والحليب في البداية. في البداية، ومن بعد نبداو بالشربة، الفريك، ومن بعد حوايج أخرى، البوراك بالشربة ولو بواسون. احنا اسمنا ناكلوا الحوت في رمضان، التقاليد نتاعنا في عوايدنا، ناكلوا الحاجة اللي نقدروا نشدوا بها غدوة من داك. عندنا في الفطور شربة، عندنا جواز، عندنا شوية بوراك، يعني نوعوا باش يقدر الإنسان غدوة من داك يقدر يشد. مو بيرسونيلمون جيفيت لو غرا، تو سكي غرا جو ليفيت، باسكو على بالك حنايا الجزائريين في رمضان كشغل ناكلوا خطرة في العام، وي سي با فغي، سي توت لاني ناكلوا. Vous êtes bien d'accord avec moi. Alors pour moi anaya كربة بيت وكعاملة أنا ندير ليكيليبر تاع لو مونجي تاع ميز انفون اي مون ماري. Alors comme j'ai un mari malade, je fais toujours attention. Alors évite trop le gras, les trucs friteuses, c'est-à-dire في رمضان ماشي غير القلياني ناكلو. كاين اكل صحي، كاين الخضر، كاين الفواكه، كاين اللحوم، كاين ميم لو بواسون. الاكل الصحي في رمضان هو الواحد ما يكثرش من الزيوت باغ اكزومبل، و المال واسمو الغازوس باغ اكزومبل، المشروبات الغازيه والحلويات من بعد الفطور. في الاذان تاع المغرب الله هو اكبر، نبداو حبه تمر وشوية حليب ونروحوا نديروا الصلاة تاعنا، نصلوا كي نجوا على المائدة ناكلوا الشربة باينة بالبوراك، ودوزيام بلا خفيف. يعني أنا عندي ولادي ما ياكلوش حاجة ثقيلة، ما واحد مريض بالسكر وكاع ما عندنا الكازوز ما نشربوهش، نشربوا شوية شربات. الشربات نخدموها في الدار، ندير فريزة بالحليب بفواكه نطحنها ونديرها لولادي. الاكل الصحي هو حاجه اللي تكون فيها الفيتامينات، يعني كيما اللحم
كيما اللحم ما نكثروش منه، سي نورمال ما نكثروش منه، يكون اللحوم البيضاء جاب لي ربي خير. انا هاني ندور غير من جهتهم، يعني ندور من جهه اللحوم البيضاء، ماذا بيا نشي اللحوم البيضاء خير من اللي نروح للحم الاخر، هذاك اللحوم الحمراء توجع ودوزيام راهي غاليه بزاف. وحوايج تاع خضره، خضر الحاجه تاع الخضره ما كاش كيما هي. الاكل الصحي في رمضان حاجه ناتورال بزاف، زعما كيما ناس بكري تمرر بالناس بيب اطعام عفسه خفيفه هكذا، حوايج واحد اخرين زعما ما على باليش لي صوص وجات وهادو كيضروا الاخر. اذا مشاهدينا الافاضل، العوده الى بلاطو وبعد صبر الاراء حول التغذيه في رمضان، ما رايك استاذ كمال فليسي في الروبورتاج؟ نعم والله، يعني كل حسب واش سمعنا يعني في الحديث تاع المشاهدين الكرام. نعم. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، يعني نقول ان كل انسان واش يشوف الغذاء الصحي، يعني ويقول طعام بزبيب كذا بالنسبه لي غذاء صحي وحده، يعني كل واحد واش هو يشوف يعني عنده صوره تاع الغذاء الصحي. لكن انا حبيت نتم باش نفهموا يعني شويه وشنو هو الغذاء الصحي، ولان الغذاء الصحي حتى ذكرنا في الحديث ذكر حتى طرق الطهي عندها اهميه كبيره جدا. ما نتكلموا والشيخ الكريم يتكلم على قال يعني نقطه مهمه بزاف، ان كثير من الناس يصوموا رمضان عادة ويخرج يعني يخرج الساك ديالو فارغ من الجانب التعبدي، وفيه أيضا نقول أنه من يصوم رمضان والجانب الصحي يخرج كذلك فارغ. علاش؟ لأن الجسم تاعنا باش يتنقى أولا باش يبدأ مفعول الصوم لازم 48 ساعة باش يبدأ التأثير تاع الصيام، حتى نمدوا مهلة ونعطيه فرصة كذلك الخلايا باش تنقي نفسها تعاود تتجدد لازم لها يعني وقت معين. احنا نتكلموا كي نتكلموا عن الصوم والتجويع، دوك احنا نقولوا العشية كيما انا نسمعوا هذا طعام بالزبيب، هذا يعني بوراك، هذا كذا، المفعول التأثير هذا ماهوش راح يكون أصلا، ممكن طيلة الشهر. إذا كانت تكرر نفس الغذاء، نفس الأكلات طيلة الشهر، يعني نفس الشيء الانسان او راح يخرج احنا حاجه او راح يخرج يعني صفر اليدين. لا ان شاء الله نخرج بمعادله عكسيه، ان شاء الله ان شاء الله معادله عكسيه بمعادله ايجابيه. نعم. لان التاثير حتى يعني لو تيرين يولي لازم الجسم تاعنا يبويزي كامل السكريات او السكر باش تبدا عمليه التنقيه. نعم. يبدا الميكانيزم يخدم، يبدا الميكانيزم يخدم. احنا اول يوم تبدا زلابيه، يبدا القلب اللوز، يبدا كذا، يعني هو راح يحتار الجسم تاعنا. المريحين بالعكس نزيدوا نشوكيوه. احنا لما نسمعوا الشيخ الكريم قال ان الناس كاين من يصوم عادة ومن يصوم تعبدا. يعني النية تاع الانسان هي صح عندها أهمية كبيرة جدا. لكن لما اكتشف انا مثلا في الصلاة نشوف ان بعض البلدان بعض الدراسات القوية تبين هذا بعد مرور الوقت، تبين باللي أن النهوض في وقت الفجر والمشي والسعي في وقت الفجر علاج يعالجوا به، هناك مستشفى كبير ومعروف يعالجوا به في ألمانيا المرضى، مرضى ارتفاع ضغط الدم يخرجوهم في وقت الفجر يمشيوهم لدقائق معدودة 15-20 دقيقة حسب السن وحسب العمر. أنا هاد نزيد يعني هاد الأشياء هذه تزيد لي اطمئنان وتزيد لي تحفيز، لكن الانسان ماهوش راح يولي ينوض يصلي علاش في جال لاطونسيون، لا، لكن هذا ليطمئن قلبي. بارك الله. وانا نشوف ان الصيام لما يكون شهر نعم. وانا راح نمشي من محطه الى محطه صحيه هذا راح يزيد لي، يعني نعرف باللي ان عمليه التنقيه تكون في ال 15 يوم الاولى، وهذه دراسات قويه، اضعف يعني ايام الصيام لازم تكون ازيد من 4 ايام، حتى هذا من اجل تحفيز وتحريك يعني الميكانيزم في الجسم تاعنا. لكن بهذه الطريقه لان الصيام نحبه ولا ما نحبوش هو التجويع، ماشي واش ناكلو واش نحو عما نمتنع، هذا هو لان بهذه الطريقه اذا كان ما امتنعناش. ناخذ مثال بسيط جدا، في السبعينات ناخذ روسيا، في السبعينات اقروا الصيام كوسيلة علاجية، والصيام في روسيا يديروا حتى الأطفال
وهذه طبيعة الإنسان، الطفل يمرض يمتنع عن الغذاء. نعم. حتى الحيوان يعني الكلب يتجرح ولا يمرض يمتنع عن الغذاء، يسهل يعني يمد فرصة للجسم تاعو، يمد له فرصة باش يعاود يرمم نفسه. هذه القدرة هذه تاع الترميم الله سبحانه وتعالى خلقها في الذات تاعنا، مفطور عليها وجبلنا. نعم. عليها. نعم، شكرا لك استاذ عمر. نعم. الفليسي. نمر إلى المختصة في التغذية دكتورة بالحاج. كنا تكلمنا عن فوائد البنكرياس. نعم. فوائد الصوم عفوا في البنكرياس. ما رأيك حول الروبورتاج اللي شفناه؟ هناك من تكلم عن البوراك، هناك من تكلم عن نعم. الأطعمة، يعني عددت كثير من أنواع من الأطعمة. نعم. ما رأي التغذية في غذائنا اليوم؟ كيف هو حالنا اليوم؟ نعم، شكرا. ما نلاحظ في الروبورتاج هناك أخطاء شائعة السائدة في مجتمعنا الجزائري. هناك أخطاء، منها الإسراف، فكل ما هو إسراف يؤدي إلى عقاب وخيمة. فهو الإسراف في الأكل، هذا يؤدي إلى مشاكل في جهاز الهضمي. الإسراف في تناول كل ما هو مأكولات غنية بالدهون ومأكولات غنية بالسكريات، منها المشروبات الغازية ومنها كل ما هو دهون نباتية أو حيوانية. أو القلي، فهذا يؤدي سلبا على الصحة. ففي شهر رمضان الهدف هو حرق هذه الدهون التي هي مشبعة بالسموم. نعم. كما ذكرها الأستاذ فليسي، فإن الخلايا يجب أن تكون غير مشبعة بالسكر، نقص نسبة السكر، فالجسم يؤول إلى استعمال الدهون، فهذه الدهون بهذه الطريقة نتخلص على كل ما هو سموم مركزة في هذه الدهون. ثانيا، هناك خطأ شائع جدا وهو عدم استهلاك الخضر والفواكه في شهر رمضان. نعم. وش نلاحظوا؟ كثير من الناس يعانون من مشاكل الإمساك، من مشاكل الإمساك. ففي هذه المجموعة من الأغذية هي غنية بالألياف، يعني الخضر والفواكه. نعم، الخضر والفواكه غنية بالألياف بالإضافة إلى الماء والأملاح المعدنية اللي نسحقوها في شهر رمضان لمتابعة الصيام. نعم. نعم. بالإضافة إلى ذلك، ينقص من كميات المياه الماء، فنلاحظ يشربوا بلوس المياه الغازية أو المشروبات الغازية، المشروبات المحلات، فهذا يعود سلبا على الصحة طبعا. نعم، على حساب الماء. نعم. ما رأيك في ذكرى من المقليات مثلا؟ نعم. وهذا ما شائع في رمضان. نعم. يعني كل معظم الأطباق اللي نشوفها اليوم إلا وفيها قلي. نعم. معظمها أقول، وليس فقط أقصد القلي، إنما القلي مع ما يسمونه بالتحمار. هذه النقطة والله وددت لو أننا لم نخرج من الحصة قبل أن نفصلها تفصيلا. لماذا؟ نعم. تتعلمين جيدا لماذا ذلك، وأود أن المشاهد كذلك يدرك ذلك. فهذاك التحمار اللي نديروه حتى في الفرن مثلا، كي نديروه في الفوق نزيد نحمره، أو جبن من الفوق وجبن فيه دسم فنزيد نحمره، ما مدلول ذلك؟ نعم، شكرا. هذا التحمار كما نسميه احنا عامة هو اونكسبوز او نعرض الغذاء الى درجة حرارة عالية بوجود الاكسجين، فهناك تشكل مركبات نقدروا نشوفوها في القلي اللي نقليه اكثر. صحيح يزيد لنا في كما نقولوا احنا في البنة، يزيد لنا في المظهر، المظهر يجبد، ولكن هناك أو مركبات اللي هي تعود بأعراض وخيمة على الجسم، فهذه المركبات تكون لها أعراض على جهاز الدماغ، تكون لها أعراض على كل ما هو على الأمراض السكري، على أمراض القلب والشرايين. يجب تقليص من هذه الظاهرة. هذه المركبة الحمراء التي تميل إلى السواد أحيانا. نعم. البيروكسيد. نعم.
نعم هي يعني أظن عندها تأثير حتى تحويل خلايا إلى خلايا سرطانية. إلى خلايا سرطانية نعم. نعم. نعم بالفعل. وإحنا للأسف كل الأطباق كما قلت يعني لا تخلو من هذه. سأعود إليك دكتورة بالحاج فيما يخص كذلك ما يسمى بالكراميل إلى غير ذلك من الأمور التي تجمل أحيانا المائدة ولكن لا ندرك أثرها على الصحة. نعم. حبيت لو نعود إلى الأستاذ يحيى بوشابو حول فيه سؤال ورد إلينا دائما هذا السؤال يرد ويعني ما زال يطرح. نعم. في كيف يعيد المريض أيام رمضان التي أفطرها بعد ما يمر لما تكون فيه فدية بعد ما يمر رمضان آخر يعني يقبل أو يمر الحول ويأتي رمضان وهو ما قضاش ممكن لطول المرض يعني طال به المرض ولم قضية الفدية لم يفهمها المشاهد يعني عودوا اتصلوا بنا من المشاهدين الفدية التي تحدثنا عنها نعم هي الفدية بالنسبة للمريض اللي ما يبراش معناها المريض اللي عنده مرض مزمن نعم احنا المرضى نوعان كاين مرض مزمن يبقى دائما كمريض السكري هذا رمضان راه مريض رمضان الجاي مريض اللي بعده مريض يبقى دائما مريض هذا مرض مزمن وكاين اللي عنده مرض عارض انسان مرض دخل المستشفى عالج وخرج اصيب بمرض راه خد عليه دواء 3 ايام ولا 5 ايام وبرا فاللي عنده مرض يرجى برؤه هذا عليه القضاء عليه الفدية عليه القضاء فقط لما يبرا ويفوت رمضان ويكون ارتاح يقضي الايام تاعو ولا يشترط في القضاء التتابع معناها مش شرط يقضيهم قال فطر 5 ايام لازم يصوم 5 ايام ورا بعضهم لا يقدر يصوم نهار في الاسبوع مثلا ويتمهم اما اللي عنده مرض لا يرجى برؤه وهو المريض المزمن هذا عليه الفديه والفديه هذه صدقه يخرجها يعني يطعمها لمساكين ففديه طعام مسكين او طعام مساكين هذه الفديه يعطيها الفقراء والمحتاجين المساكين اما يخرجها طعاما او أن يطعم مسكينا كما فعل أحد الصحابة رضي الله تعالى عنه وهو أنس رضي الله تعالى عنه المكبر وما قدرش يصوم جمع 30 مسكين وأطعمهم دفعة واحدة نعم في هذه الجزئية بالذات نعم. في من يسأل يقول هو مريض مزمن ودائما عنده رمضان هكذا ماذا لو يجمع المال نتاع الإطعام ويتصدق به في جهة ما يعني في عائلة مثلا تحتاج لا يعني جملة واحدة يقدر تاع رمضان كله نعم نعم هو التقدير ماهوش كبير يعني احنا رانا الان مقدرينها بحوالي 100 دينار يعني زكاة الفطر كزكاة الفطر يعني كل يوم نعم معناها شهر ب 3000 دينار 300000 للشهر وهناك يعني اللي ممكن يقول بالمد والمد اقل من 100 دينار يعني المد هو 25 دينار هذا نفتو به للعائلات الفقيرة كاين اللي اصلا توجب عليه الفدية وهو فقير نعم. كما هذاك الصحابي اللي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام وجبت عليه كفارة قالوا خرج كفارة قالوا يا رسول الله ما عنديش فبينما هو جالس عند النبي عليه الصلاة والسلام جابوا له جراب تمر يعني كيس تاع تمر للنبي عليه الصلاة والسلام كصدقة أعطاه له قالوا هذا روح خرجوا كفارة على الصيام تاعك قالوا يا رسول الله لمن خرجوا قالوا لا يوجد في المدينة من هو أفقر مني أنا أفقر واحد في المدينة فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه قالوا أطعمه أهلك وروح أعطيه لأولادك فهو كفارة هذه نعمة الإسلام ديننا نعم دين يسر وليس دين عسر الحمد لله فلهذا نقول إذا كان هذا المريض اللي راح يخرج الفدية فقير محتاج نعم. يأخذ بالحد الأدنى 25 دينار عليهم معناها 80,000 في الشهر نعم. إذا كان إنسان متوسط الحال يأخذ كما زكاة الفطر 100 دينار في اليوم 3000 دينار وكاين بعض الاخوه يعني افتنا لهم 3000 دينار في الشهر استقلوها قال كذلك كيف هذه خرج 3000 دينار فقط يعني في حق رمضان نعم هناك من يخرج 6000 دينار هناك من يخرج 10000 دينار بحسب استطاعته فبالتالي هذه فديه ماهيش مقدره يعني مقدار محدد دقيق جدا فالانسان يخرجها اثناء رمضان اما يعطيها العائله محتاجه فقيره يطعمها بها أو في طريق آخر ممكن يساهم مع موائد الإفطار اللي راهي تقام في تعطى لعابري السبيل والفقراء والمساكين يقدر يساهم معهم بهذه القيمة يشروها خضروات أو طعاما يطعمونه للصائمين بارك الله فيكم أستاذ الحمد لله على هذه شروحات يعني بسيطة جدا صار الفقير ممكن
قلتم 25 دينار لكل يوم يفطره، هذا كحد أدنى. كحد أدنى. والإنسان الذي معتدل ممكن 100 دينار لكل يوم فدية، إذا ومن تطوع خيرا فهو خير. نعم الحمد لله. فنعم أستاذ هبل فليسي تفضل. لو نطبقوا هذا نعكسوا العملية، يعني الفدية نعم. لو كان نردوها هذه هي المعمول بها عند عامة الناس، يعني فسيكون هناك صيام تاع تنقية. لو الإنسان يأكل قيس 10,000 في النهار يعني راح يريح الجسم تاعو. سبحان الله. أكيد يعني 100 دينار ولا 25 دينار نعم. وراح يقوم يعني من ناحية الصحية بصوم صحيح. يعني ليس فقط صحي وأزيد. إذن أستاذ كمال فليسي ممكن يحدد الصوم أو وجبة الإفطار لا ماشي تحديد يعني نعم. لا يستحب يعني هذا نعم يعني نعم. دوك الصوم إذا الحقيقي كان إذا كان يقعد على 1000 ولا 1500 دينار قدامه في الطاولة نعم. يعني ومن بعد هو يخرج 100 دينار، هو اللي راهو أولى أنه يأكل قيمة 100 دينار، هو اللي راهو الفائدة راهي في يعني لما ينقص. لأنني أنا صراحة إذا شفتيني ربما تجدينني مشاغبا بعض الشيء، فأنا والله ما نحبش الحديث يعني وش يأكل الإنسان، نحب الأفضل أنا، لأنه الصيام هو التجويع، واش نحيو واش ننقصو عما نمتنع. شو ناخذ مثال بسيط جدا، احنا نشوفوا الان وانا عن طريق الممارسه في حياتي اليوميه والمهنيه يعني نلاقي الناس تقريبا كلهم يعاني معاناه، اما نفسيه عنده مشاكل، عنده خاصه مشكل القولون، مشكل يعني الجهاز الهضمي، يعني مشاكل كثيره جدا. فنشوف ان المرض الاشياء تقريبا كلها راهي على مستوى القولون، راهي على مستوى الجهاز الهضمي تاعنا. فنشوف مثلا مثال بسيط جدا في كثير من الناس يقول لك انا نحس الجسم تاعي دوموندي سكر، هذه معروفه خاصه عند يعني اللي يبدا حميان بعد يقول لك انا نحس الكور ديالي دوموندي سكر، وموكتي دوموندي سكر مساء في نهايه اليوم. وعلاش يدوموندي سكر في نهايه اليوم؟ لو نشوفوا الامر هذا، لو نشوفوا نجو يعني ندير تشريح علمي، علاش المشكله هو على مستوى القولون. القولون ملتهب، ومادة السيروتونين اللي تحدي عليها يعني انت كثيرا والأهمية تاعها 98% من هذه المادة يعني تنتج على مستوى النيرون على مستوى القولون، مستوى الأمعاء يعني. نعم يعني القولون لما يكون ملتهب ما فيش إنتاج، تنخفض النسبة، لهذا تبدأ لابانيك، والجسم تاعنا الانسان هذا يحوس ماده تعوض هذاك الشيء، يولي يمشي للسكريات شوكولاته، ومن بعد واش يمشي الى ليزيكسيتون مواد، يعني يقول لك ربما القهوه يحلي بالسكريات، وهذو كامل يرفعوا من نسبه الحموضه، ينسبوا من يعني من نسبه الكحول على مستوى الامعاء. ولهنا ماذا يحدث؟ انتاج تنخفض مرة أخرى نسبة الإنتاج تاع هذه المادة، والإنسان يقعد في دوامة. والقولون هذا وهذه الأمعاء واش تحتاج؟ تحتاج تريحيها فقط، وطيلها فرصة باش تنقي روحها وتعاود تبني روحها بالصوم، عن طريق الصوم، وماشي بالقلب اللوزوس لبيا مساء باش نتفاهموا مليح. لأننا ما لازمش نغلطوا روحنا صراحة. الإنسان إذا كان صام الآن رانا أزيد من 15 ساعة على يعني 16 ساعة عندنا 16 ساعة فرصة رائعة جدا. مساء نبدأ بهذيك الشربة، ومن بعد هذاك بلاد ريزيستونس، ومشي وخليط. ممكن الإنسان يستفاد، لكن يعرف كيفاش يديسوسي الماكلة عن بعضها البعض. لابد من هذه الثقافة تمشي، ياكل يمتع نفسه بالغذاء، كاين اللي ما يقدرش يدير حمية، لأن مشكل الخوف كان من الحمية. هذا موضوع آخر إن شاء الله. نعم فالإنسان مليح يتعلم كيفاش يديسوسي، على الأقل تكون فيه المتعة وتكون فيه الصحة بإذن الله. نعم راح نشوفوا إن شاء الله على ذكر هذه الأطعمة كلها، شوفوا مع بعض إن شاء الله التقرير حول التغذية في رمضان. شاهدوا معنا مشاهدي الأفاضل بعد الفاصل.
فالسكر الموجود في التمر يشعر الإنسان بالشبع لأنه يمتص بسرعة ويصل إلى الدم في دقائق معدودات ويعطي الجسم الطاقة اللازمة. كنا نرجعوا للفطور تاع شهر رمضان مع الدم، أول حاجة بيضة تمرات مع ماء أو نص كاس رايب، هذا هو على الإفطار. ثم أنه واحد يروح يصلي، عليه يصلي، يروح يصلي لأنه باش يخلي الفترة ما بين أكل التمر اللي هو حلو ما بين أكل حاجة أخرى، لأنه إذا كلنا التمر ومع ذاك الرايب ومع ذاك الشربات ومع ذاك الشربة ومع ذاك البولاك كل شيء يتخمر، تلقاه يبدأ يخمم 100 مرة، يا ربي نروح نصلي التراويح اليوم ولا ما نروحش؟ صح ولا لا؟ لأنه يتقل، ولكن إذا استعمل الطريقة هذه راح يكون خفيف. 3 أيام الأولى حسبونا بها، 3 أيام تكون صعبة، بعد 3 أيام الأولى كان واحد الفينومين تاع الشبع يحدث الإنسان، حتى أنه كي يلحق شهر رمضان، كي يلحق الإفطار يقولك ما نقدرش ناكل بزاف. يعود شهر رمضان علينا بفوائد صحية، فهو شهر لتدريب النفس والجسد على الصبر والالتزام، وهو فرصة لترك بعض العادات الغذائية الخاطئة التي تضر بالجسم، كالإفراط في تناول الطعام بشراهة والإكثار من المأكولات الدسمة التي تحتوي معظمها على كميات كبيرة من السعرات الحرارية وتكون غنية بالدهون المشبعة. أول حاجة لازم يعرفوها الناس أنه شهر رمضان معظم ما فيش 3 وجبات، فيه وجبتين. نعم فيه وجبتين. أولا هل كي ندير الصيام، صيام قلنا ديتوكس، إذا كان ما نصوم عليه صباحا نخلفوه ليلا، وعلى بالكم بلي في الساعة البيولوجية الليل يكدس فيها الدهون، تحفظ فيها الدهون، ماذا نوالو؟ على بها اللي يخرجوا من شهر رمضان يخرجوا بالتخمة والتعب. اللي حابين صح يستفادوا من هذه الصورة الرائعة، يعني نوصيهم جدا، هو أنهم شهر رمضان هو شهر ديتوكس. أنا يعني شخصيا كل عام صدقوني نفرح بشهر رمضان المعظم، ولكن دايما عندنا قريب 6 شهور نوجدوا شهر رمضان، علمنا الناس كيفاش يخدموا المصبرات الطبيعية، قلنا لهم بعدوا على الكونسنتخي، بعدوا على الزيتون لو يتباع برا في الأكياس البلاستيكية، صحتكم أكبر يعني أغلى من هذه، أخدموا في الزجاجية. وكان بزاف يعني حرائر، حتى الأطباء ولو يخدموا هذو في بيوتهم، ولهم كيفاش يخدموا الطماطم المصبرة وكيفاش أنهم يستغلوها وأنهم كيفاش يوجدوا الزبيب، وعلمناهم الحوايج هذو، وعلمهم حتى أنهم كيفاش يديروا الكونفيتور اللي هما الكومبوت بدون سكر. مباشرة. دكتورة الحاج، في الحقيقة الكثير من الناس من يستشير أخصائي التغذية، طبعا منها كانت أستاذة دكتورة كريمة سعودي من حياة اللي كانت معنا في الروبورتاج قبل رمضان في أيام السنة لاستشارات حول التغذية في رمضان. هل يستشيرون أخصائي التغذية كيف نأكل في رمضان؟ نعم، شكرا. لاحظنا في الآونة الأخيرة ولو الناس يستشيرون بزاف الأخصائيين أخصائي التغذية. لماذا؟ باش حتى في رمضان، يعني كيف نأكل في رمضان قبل رمضان؟ نعم. وما يجو قبل رمضان قل لك أعطيني حمية نتبعها باش نقصف الوزن أو نخفض نسبة السكر أو نسبة الدهون في الدم. وإحنا كأخصائية التغذية نحب نتكلم على تغيير النمط الغذائي أو تغيير العادات الغذائية، لأن هذه العادات الغذائية لازم نتماشى معها طول الحياة، وهذا على حسب الحالة الفيزيولوجية للشخص، إن كانت مرأة أو رجل، إن كان فتى أو شخص مسن، إن كانت المرأة حامل أو لا، فهذا يجب أخذه بعين الاعتبار. نعم، خصوصا
لما ذكرتي بالنسبة للإنسان الكبير في السن أو الفتى. نعم. ذكرت دكتورة سعودي قالت لك ما يلزمش يكونوا 3 روبا، ما يلزمش 3 وجبات. نعم. ما رأيك بالنسبة للفتى هو فطار النمو؟ طبعا هي تكلمت بصفة عامة، لكن هل مخصص للفتى له الحق في أنه بعد مثلا التراويح له الحق في وجبة؟ هل هذا ممكن؟ على حسب رأيي هو نسي ونقسمه أو نحاول تقسيم الوجبات في رمضان إلى 3 وجبات إن كان فتى أو شخص مسن، أو ولكن يجب مراعاة الكمية والنوعية، فليست النوعية كامل متعادلة بالنسبة لشخص مسن وشخص فتى. الشخص المسن لديه احتياجات للماء أكثر، لديه احتياجات فهو عرضة لسوء التغذية، لديه احتياجات في البروتينات. أما الفتى فلديه احتياجات أكبر من البروتينات، من السكريات المعقدة، من الدهون، من نوع من الدهون. نعم، أي نوع يفضل؟ نعم، فالدهون هناك 3 أنواع. فهناك الدهون المشبعة التي يجب استهلاكها ولكن بكميات مقننة، نجدها في كل ما هو مصدر حيواني من زبدة، من الدهون المتعلقة باللحوم. عندنا النوع الثاني اللي هو الدهون الغير مشبعة، نلقاها في الزيوت النباتية. وثالث نوع الذي يجب الاستغناء عنه تماما اللي قدرنا هو الدهون المتحولة، اللي هما بالفرنسية اسمهم لي غراس ترانس أو بيان لي أسيد غرا ترانس. هذه الدهون المتحولة يجب تفاديها، فهي موجودة في ما يسمى بالمارغرين، وموجودة أيضا في كل الحلويات التي تحتوي على هذه المارغرين. الأجبان يجب أحيانا. نعم. الأجبان. نعم. فهي ناتجة عن عملية الصناعة الغذائية. نعم. إذا يحبذ الدهون الغير مشبعة. الغير مشبعة. مثل زيت الزيتون. مثل زيت الزيتون، مثل زيت السمسم، مثل زيت زيت الكتة. نعم. نعم. فكل طبعا هذه الحبوب تحتوي على هذه الدهون. نعم. بالإضافة إلى الدهون المشبعة نأخذ قسطا منها. قسطا منها، ولكن يكون بمراعاة الكمية. إذا رأينا دكتورة مادام راكم نعم. في الدهون بالنسبة للشحوم تاع الألحام تاع اللحوم يعني. نعم. فهي دهون مشبعة. فهي دهون مشبعة يجب تفاديها قدر الإمكان. يعني ممكن تناولها باعتدال. ممكن تناولها باعتدال. باعتدال. كما في كبش العيد، ما ناكلوش لحوم كبش العيد كل يوم. نعم. عندها مخصصة، عندها يوم العيد ناكلوها، دونك لهذا يجب تقنين الكمية. تحديد المقادير. تحديد الكمية. شحال كمية مثلا إذا ممكن بالمعادلات، بلغة المعادلات. بلغة المعادلات، فهناك متطلبات. نعم. لمكونات الأغذية الأساسية اللي هما السكريات اللي نحتاجهم من 60 إلى 55-60% من الوجبة، من كمية الوجبة الكاملة. عندنا البروتينات نحتاجها من 15-20%، هذا على حسب الحالة الفيزيولوجية. وعندنا الدهون اللي نستعملها أو تطلب بأخذ 35% من الدهون اللي هي أكثرها غير مشبعة. غير مشبعة. نعم. بنسبة ضئيلة. بنسبة ضئيلة ب1/4 من الدهون المشبعة اللي نقدروا نستهلكوها. يعني المشاهد الكريم احنا المعادلة هذه نفهموها، لكن يا ريت نجسدوها للمشاهد في الطبق. نعم. هذا هو الاستاذ يحيى تحول الى اطباق. نعم. نعم. ترك احنا النسبة هذه دسم 60-55%. دسم 35%. سكريات أكثر 55-60%. نعم. وبروتينات 15% أقل. نعم. إذن إحنا اللحم يكون أقل نسبة في الطبق، أقل تكوينا للطبق. نعم. إحنا نشوف بعض الأطباق كلها لحوم، أطباق يعني أليس كذلك أستاذ كمال فليسي؟ نعم. طبق كله يعني
الأطباق الفارهة هذه غير صحية. نعم. الدجاج محشي باللحم. إذا قلنا البروتين الحيواني أو البروتين، لأن حتى في الخضر فيه بروتين. نعم. كذلك. نعم. إذا 15%. هل هي 15% في الطبق؟ 35% دسم. ما رأيك يا دكتورة عبد الحاج؟ خليك تعالى. يجب استهلاك الدسوم على شكل زيت الزيتون، ملعقتي زيت الزيتون مع السلطة ولا في الأكل، أو في الحساء مثلا. أنا أضعها في الحساء مثلا. إيه تقدري هكذا ملعقتي، لأنه المنظمة العالمية للصحة تنصح بملعقتين زيت الزيتون. زيت الزيتون يوميا. في اليوم للإنسان البالغ على الأقل ملعقتين، ويمكن صح. استهلاك ممكن أكثر ملعقة شوية. صغيرة من الزبدة أيضا. نعم. نسحق ثانيك نسبة من الدهون الزبدة الطبيعية، يعني غير الزبدة الطبيعية، ليست المارغرين أو الزبدة المختلطة. دوكا رانا نشوفوا بزاف يسموها زبدة ولكن مختلطة بالمارغرين اللي هي مشبعة بالدهون المتحولة، أو ما يسمى بالمهدرجة. المهدرجة هو ناتج عن الهدرجة. نعم. 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 عملية الهدرجة للأسف هي اللي أضفت إشكال آخر. الطعام تاعنا يكون صحي كل ما نرجع للأكل الطبيعي، يعني نعم. بارك الله نعم. كل ما هو مصنع يعني فهو مسرطن. أنا أردت أن أقول ما ذكره أستاذ يحيى أبو شابو، هو لما ذكر الشحم الموجود في اللحم. نعم. يعني أفضل ذلك، وصححي لي يا دكتور بالحاج. نعم. أفضل ذلك الشحم الموجود في اللحم على الزبدة المهدرجة. نعم. إذا ما كان طعامي فيه خضر وفيه بصل وفيه يعني فيه ألياف خضرة. نظن يعني آبائنا ولا أجدادنا كانوا يدخرون هذه الشحوم ويستخدمونها في الطبخ. نعم. بدل من استخدام المارغرين يعني. نعم. يستخدمون الشحوم اللحوم، يكون هذا أفضل أقل ضررا يعني. من نعم. وهذه المركبات صناعية، فالجسم ما يعقلهاش، لا ريكوني با، فهذا يؤدي سلبا إلى على أمراض القلب والشرايين. هناك تكدس على الشرايين. نعم. هناك ملاحظة أيضا بالنسبة للدهون، تكلموا على الشحوم تاع الحيوانات، ما ننساوش حاجه واسمها النوعيه، كيفاش تكونت هذه الشحمه هذه. دوك نجيو انا خروف، نجيو خروف يقرسوه في الشهر، يعطولو 15 ل 20 كيلوغرام تاع شحم في الشهر، ونقول هذا النوع افضل من غيره. انغلطوش روحنا هنا. اذا كان ماكلته طبيعيه، اكله طبيعي، اذا كان حياته طبيعيه، نجيبوا الوكريف، نجيبوا الفرد، نربطوه، ما يتحركش، عنده مترتين مربع غير ياكل. على ديجا التسمم الذات تاعو، تسمم اللحم تاع الوكريف هذايا بهرمونات القلق، هذا يكفينا. يعني نخلوه ما يتحركش. نعم. مسكين ياكل، ونحضروا فيه للذ، نشوفوه دراهم، الميزان تاعو نشوفوه دراهم. ما نقدروش نقولوا هذا النوع من الحيوان الدسم تاعو صالح لينا. أنا نعطيك مثال، أنا أحب أن الإنسان مثلا، الناس بزاف يقول لك لحم الخروف يعديوه، كأن الخروف يعني قريب يحرموه على أنفسهم. نعم. أنا أحب، صدقيني أنا شخصيا أحب ناكل لحم الخروف اللي رعاه، طبعا اللي مشى، اللي يسرح، على أنني ناكل لحم البقر المحتبس المحروم، والمحروم من هذا الخير نتاع الحركة، من هذا الخير تاع التنفس، تاع يتنفس هواء طبيعي، محروم حياته وحياته الطبيعية. نعم. قلت أن هناك شلال من هرمونات القلق سوف تسمم هذا الذات الحيوانية هذه، ومن بعد هذه أنا رايحين رايحة تلحقنا. ومن بين الأسرار أيضا في الذبيحة تاعنا، أننا ما نخليوش الذبيحة تستريسها. نعم. الستريس تاع الحيوان اذا كان عذبناه اثناء الذبح فيه شلال، يعني او هذا الجسم تاعو او راح يسمم، يتسمم بهرمونات القلق، وهذه راح تلحق لنا. وبالطبع بطبيعه الحال انا راح ناخذ نفس الجرعه اللي خداها من التسمم. فلهذا لابد ان نشير الى النوعيه، ولابد اننا لا ننسى ايضا انه شهر التجويح. نعم. شكرا. نعم. مشاهدينا الأفاضل، طبعا يمكنكم الاتصال بنا على رقمي الهاتف 021-39-42-42 أو 021-39-43-43، هم مسجلين أسفل الشاشة. طبعا لا تتأخروا، لا تترددوا في الإفادة أو مشاركتكم
إما بأسئلتكم أو بإضافات يستفيد منها الجميع بحول الله. فطبعا توجه إلى أستاذ يحيى بوشابو، هناك من يذهب لصلاة التراويح وهو مثقل ومتعب، وحقيقة الكثير من يعاني من هذه الظاهرة. راح نرجع للدكتورة بالحاج في هذه للتفسير ممكن أستاذ كمال فليسي، ولكن بداية بكم نفضل كيف نعين الناس على تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه. من بطنه. فلقيمات حسبه نعم. لقيمات يقمن صلبه. نعم. هذه النقطة الأولى، إن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان ينصحنا بلقيمات يقمن صلبه لأداء صلاة التراويح ولتكون نعمة التعبد بعد ذلك تأتي بعد نعمة الصوم. كيف أستاذنا يحيى بوشابو يقوم بالصائمين في صلاة التراويح؟ هل تشعرون بتلك الثقل بذلك الثقل الذي يحس به الناس أم كيف تفعلون؟ والله يعني واحدة من الأسباب التي تجعل الناس يقولون بأن صلاة التراويح طويلة وأن الإمام طول بينا، في الحقيقة الإمام ما طولش والصلاة مش طويلة، لكن هو للأسف الشديد لما أكل إلى حد التخمة، لما يجي للمسجد لما يركع الإمام هو يصرى له اختناق، لما يسجد الإمام يعني حركة وضعية السجود فيها طبق أو جمع للجسم تاع الإنسان، فيه ضغط على البطن ضغط على الرئتين، فإذا كان البطن ممتلئ منتفخ راح يضغط بزاف على الرئتين ويحس روحه مش قادر ينفس. فلما يحس روحه مش قادر يتنفس يحس بأن الصلاة ثقيلة عليه ويشعر بأن الصلاة ثقيلة، وفي الحقيقة مش صلاة ثقيلة وإنما بطنه ثقيل هو اللي راه ثقيل. إلى عندك مكالمة؟ نعم بارك الله فيك أستاذ. فيه مكالمة، لدينا مكالمتين. أحمد من العاصمة أولا. ألو. نعم. السلام عليكم دكتورة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحية ليك دكتورة زهرة وتحية للدكتورة اللي معاكم وأخي يحيى والأستاذ كمال، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. رمضان كريم ليكم ولكل الشعب الجزائري. الله يبارك فيك، شكرا لك. جمعة مباركة إن شاء الله. والله يا أخي يعني إحنا ما دام نتكلم على التغذية هذه وشهر رمضان هذا يعني في فائدتين دكتورة. نعم. في فائدة صحية وفائدة روحية. من الناحية الصحية أن رسول حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول صوموا تصحوا. هو فيه فائدة عظيمة، يعني الصوم والله فيه فائدة عظيمة. وكذلك من الناحية الروحية الإنسان لازم يعتمد غير الأكل والشرب وكذا، لازم يشوف من الناحية الروحية باش يقوم بالعبادة تاعو يعني في المسجد. يعني تكلم الدكتور يحيى جزاه الله خير. والله يا دكتور كاين الناس ياكل كما قلت عجبني بليج كمال في المسجد كانت ياكل كلش على ضربة. يدخل عليها الدنيا طاش من بعد يجي الجماعة ما يقدر يركع ما يقدر يجي يقول يقول لك والله راني تعبان. يا أخي خلي شوية راحة لنفسك، كل شوية وخلي من بعد في البيت أما تقوم بالصلاة تاعك وقتك. وكل دكتورة أنا عندي واحدة نقطة برك، إحنا ما عندناش ثقافة في التغذية هذه. الإنسان لازم الإنسان هو طبيب مش لازم يعرف كيف شوية يعرف وش ياكل يعرف كيف شنو في روحه إيش ما يضرش. أنت يا دكتور؟ نعم شكرا لك أستاذ أحمد. أنا نقطة يعني إذا أنا نتبع كنتية خاصة يعني في البرنامج تاعك خلق برا رمضان وما تعملش بشيء ودائما ناخذ بالنصائح تاعكم يعني فيما يخص الحمية الغذائية هذه والتنظيم الغذائي والحمد لله ما شاء الله يعني لقيت روحي الله يبارك ما شاء الله. جزاكم الله خير وبارك لكم إن شاء الله. شكرا لك وشكرا لكل المشاهدين الذين هم أوفياء برنامج بلسم ولقناة القرآن الكريم عموما. نوصل مع إذا كانت فريدة، عفوا إذا كانت فريدة على الخط. ألو، هل فريدة ما زالت موجودة معنا على الخط من قلمة؟ نعم نأسف. نعم فقدنا فريدة. هي معك هي معي. ألو هي معك سلام. أهلا وسهلا فريدة. شكرا جمعة مباركة ورمضان كريم عليكم جميعا. رمضان كريم وجمعة مباركة لكم كذلك. تفضلي. شكرا أستاذة، حبيت نتكلم على نطرح سؤال للأستاذ كمال دكتور كمال. نعم هو في الاستماع أستاذ كمال في سيتي. شكرا أستاذ. عندي تليف كبدي في طاد
استاذ. نعم. عندي تليف، تليف كبدي ستاد دو. ستاد دو نعم. هي والتهاب في المعده. نسقت الاستاذ برك الصيام نقدر نصوم شهر كامل متتابعه ما كان حتى مشكل، او مع العلم اني ناخذ كاسيه، ناخذ حبه الدواء، حبه واحده تدواء في اليوم. نعم. انت كيفاش راكي تطبخي استاذ اخت فريده؟ والله نطبخ طبخ صحي، ناكل خضر الياف كما نقولوا فواكه في الليل، ناخذ شربه في الشربه مبتعده عن غير كما نقولوا حميه غذائيه، مبتعده عن المقليات. هل تستعملي المقليات؟ لا لا مستحيل، منذ 4 سنوات كان عندي التهاب كبدي. نعم. وبعد تطور الى تليف كبدي. نعم. 4 سنوات وانا في حميه. تاكل شربه فريك؟ شربة فريك تاكلي؟ لا 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 ما ناكلهاش، ناكل ناخذ ليجيم خضر، حتى خضر مدة شهر كامل، حتى خضر الفريك شربة الفريك ما تساعدنيش. فواكه نوع. نعم فواكه، تتناولي فواكه؟ فواكه ناكلها في الليل حوالي 3 ساعات بعد الفطور في الليل. نعم. نعم شكرا لك. حبيت نسقسي بك استاذ، الصيام يريح الكبد، يريح الكبد ما عندوش ضرر يعني كعاد في حاله التليف، اما يزيد من التليف فقط. شكرا. نعم نعم شكرا لك. شكرا يا شكرا. طبعا ممكن الاخ احمد من العاصمه هو قام بتعقيب. نعم جزاه الله خيرا. نعم الاخت اذا تعاني من تليف كبد. بالنسبه يعني التليف الكبدي يعني عندها ممكن تقوم بحميه، قدمنا حميه تنقيه الكبد. هي تسال ان كان الصوم نقول لها نعم، نقول لها عليها بالدير يعني لو كان راي قريبه هنا ولا تصل تقرب لينا نقدروا نعاونوها، لان على راس الاغذيه اللي تاخذها العنصر المهم اللي لازم تاخذه هو عصير عشبه القمح. نعم عصير عشبه القمح لابد انه يتوفر عندها، ودير خليط كذلك مشروب بشكل مشروب تاع البولان حبوب الطلع مع العكبر مع طحين جنين القمح. فنقولوا لها والحميه الغذائيه الان عندها تقول تعاني من المعده، يعني تليف الكبد اصلا فيه حميه خاصه. نعم يحتاج الى حميه. نعم. لكن ممكن تبدا بحميه الاولى باش تريح منها، اي تخدم الكبد ديالها تريحه. ومنها منها ايضا خاطرش من بين المواد مثلا هي تقول عندها التهاب على ما اظن على مستوى المعده. نعم من بين المواد يعني اللي يريحوا لها الكبد عندنا الليمون، عندنا مثلا عندنا بومبلوموس. لكن عندها التهاب في المعدة. ما دام عندها التهاب علاش قلت لك لابد لها من الحميه رقم واحد تريح المعده، لكن الحميه اللي تريح المعده لابد انها تخدم كذلك الكبد. هي عندها مثلا من بين المواد اللي تقدر تاخذ عندها ليزافوكا، يعني ليزافوكا من افضل مواد يعني في الفواكه، عندها زبيب او العنب، العنب ماهوش متوفر، عندها زبيب، عندها كذلك تاخذ الموز البنان، عندها ايضا يعني كاين بعض المواد الاخرى لكن تقدر تكتفي بهذو ما يعني كفواكه، وتمشي مثلا الخضر عندها بطاطا حلوه ننصحها انها تجتهد يعني توفرها، هي ناقصه شويه لكن رائعه ومفيده لها جدا يعني كثير. عندها ممكن انها تستعمل ايضا البطاطا العاديه لكن كميات ما تكثرش، عندها الكرافس، عندها الجزر، عندها ايضا البورو اللي هو الكرات، عندنا عندها المعدنوس، عندها المعدنوس، وهذه لما تستعملهم عندنا ايضا الكرنب، الكرنب رائع جدا ايضا بالنسبه يعني للكبد. وهذه المواد اللي ذكرتها لكن الحميه هذه اللي ديرها لابد يكون عندها لي دو سيبور هذوما اللي هضرنا عليهم، عصير عشبه القمح مع العصير اللي تكلمنا عليه او المشروب اللي تكلمنا عليه باش ما تطيحش لي كارونس، حتى الكبد باش يرتاح. نعم نعطيوه فرصه باش ينقي روحه، لكن لابد له من الماده الاوليه باش يبني روحه. نعم خصوصا انه تليف الكبد معناها ان الكبد ما عادش عنده قدرة على إنتاج. نعم. البروتينات ماهوش شغال. نعم. وبالتالي وجباتها الغذائية لازم تكون فيها بروتينات
ولكن بعيد عن اللحوم لانه هضم البروتينات اصلا لان بصعب. عصير عشبه القمح قد يغطي يعني نسبه عاليه جدا من الحاجيات على الجسم تاعها، ولكن السر ايضا في هذا النوع من الغذاء يهضم في حوالي 15 دقيقه، يعني أي تأخذ المغذيات الدقيقة، يعني أي نعم. تأخذ كنز من المغذيات الدقيقة اللي يحتاجه الجسم ديالها. لكن واش راح تستفاد أيضا؟ الوقت الطويل نتاع الراحة نتاع الكبد مش راح تخدمها. لهذا في هذه الحالة الجسم تاعنا والدماغ تاعنا يقدر يتخذ استراتيجية باش يعاود يمشي الله لباراسيون، يعني يخليه نعطيه هذه الفرصه. نعطيها مثال بسيط جدا، هي قال تاكل لينا، تاكل الفواكه، تاكل كذا، لكن كنت نحبت انا اي نوع من الفواكه وشي تاكل، ثم هي تؤجل الفواكه بعد الافطار بثلاث نعم. ساعات، هل هذا صحيح دكتوره بالحاج؟ نعم، يجب البدء بالفواكه نعم للاستفاده من كل ما هو فيتامينات وكل ما هو مواد معدنيه المتكونه للفواكه، باش نهيئوا الجسم للهضم السليم أيضا. فهذا يبعث رسالة على مستوى الدماغ، على مستوى السنتر دو لا فان أو مركز الجوع نعم. فهذا يسهل عملية الهضم ويقوم بتحفيز كل الأجهزة المتعلقة بالهضم. نعم، وما تقولين في شأن التليف ودور الصوم؟ يتسأل إذا كانت ممكن أن تصوم. نعم. إحنا نرجئ الجواب هذا لأنه فيه التهاب المعدة. نعم. على حسب درجة التهاب المعدة، على حسب ما يسمح له يسمح لها به الطبيب المعالج. نعم. لأنه هو اللي يعلم درجة التهاب المعدة، هل هي ممكن أن تطيق الصوم أو لا تطيق الصوم. نعم. هو أول من يفتي بذلك، ليس كذلك؟ نعم، الطبيب والمعالج يحيى بشاوي. نعم. فأولا لازم ترجع تعاين الطبيب المختص ليعالجها على التهاب المعدة حول الصوم، ثم بعد ذلك نقول أكيد الصوم فيه استراحة للكبد، فيه إعادة تجديد الخلايا، هذا شيء مفروغ منه والعلم الحديث أقره، ولكن تبقى قضية تقديم أو تبجيل الفواكه في بداية الإفطار، هذا ما يكون أفضل، أليس كذلك؟ نعم، يكون أفضل. إذن على ذكر الفواكه مشاهدي الأفاضل، نشاهد معا تقرير حول فائدة الفواكه في هذا الروبورتاج، تابعوا معنا. الفواكه مفيدة لصحة الإنسان لأنها غنية بالفيتامينات والأملاح والألياف الضرورية للجسم، خاصة في شهر رمضان ومع ارتفاع درجة الحرارة، فهي تعطي الجسم الطاقة والكمية الكافية والمناسبة من السوائل، وتزوده بالمعادن والفيتامينات، وتسهل عملية الهضم وتمنع العطش. نتناول الفاكهة بكل أنواعها، نتناولهم. وش الفاكهة اللي تفضلها في رمضان؟ يعني في الصيف، كما في الصيف يعني نتناولوا يعني كما يقولوا البطيخ ولا الدلاع باريكسون، مش عارف انا البطيخ اسكو هو الدلاع ولا ليسونسيال الدلاع ولا الفقوس كما يقولوا بالدارجه. ايه هذو هما الخوخ هذو بيسكو هذو يعني عندهم كما يقولوا الماء، شغل البنادم هذو شغل يشدوا الماء في الجسم تاع الانسان. الفواكه هي عنصر اساسي في تكوين، خاصه الفيتامينات الموجوده فيها عنصر اساسي في تكوين جسم الانسان، الانسان بحاجه اليها لانها اولا المواد التي تحتوي عليها عباره عن مضادات حيويه ضد امراض السرطان ضد اشياء مثل هذه. طبعا الفواكه مهمه جدا، ممكن افضل من اللحوم اصلا. الفواكه لازم في شهر رمضان معظم باسكو تعطيك المياه تساعد في الجسم من ناحيه الصيام، مفيده جدا الفواكه، مفيده جدا طاقة كبيرة للجسم باش كبيرة باسكو باه يقدر يتحمل مشقة الصيام. الفواكه والخضرة والقمح والزيت الزيتون ملاح، هذو أربع حوايج يقول لهم لو ريجيم ميديتيرانيان، فروي ليغوم سيريال ويل دوليف، هذو هما اللي ملاح. أخطيك من الحب، أخطيك من السكر، من الملح، أخطيك من هذو كاع. هذو واحد ما يمرض القلب، ما يمرض الكوليسترول، ما تقبضوا لا طونسيون. تكمن أهمية تناول الفواكه في احتوائها نسبة عالية من الماء والأملاح والفيتامينات المفيدة لجسم الصائم،
ولقيمتها الغذائية العالية واعتدال سعراتها الحرارية، فهي تحافظ على الصحة ووظيفة الجهاز الهضمي، مما يقلل من الإصابة بالإمساك ويمد الجسم بالطاقة الكافية لمواصلة الصيام دون مشقة. إذن شكرا لك فتحة أبو عبدلي على هذا الروبورتاج حول الفواكه، كيف هي تمد الإنسان بالفيتامينات وبالسوائل بالأملاح وتمده بالحيوية والنشاط. نعود إلى البلاطو مشاهدينا الأفاضل في هذا النقاش حول الفواكه وفائدة الفواكه. أستاذ كمال فليسي، ما رأيك في الروبورتاج؟ يعني ثقافة المشاهد أو ثقافة الجمهور الجزائري، كيفاش راه يشوف بلي الفواكه فوائد نتاع الفواكه يعني ضرورية ويحتاجها وراه مدرك لهذه الفوائد. نعم. فكيف يصير أنه يقتنيها؟ كيفاش يعود يتناولها؟ نعم، هي يعني بالنسبة الفاكهة وما تحمل من فوائد متعددة للجسم تاعنا، لكن النقطة التي يجب أن نلمح إليها ونحط عليها الأصبع تاعنا اللي هي هل علماش واش من الفواكه اللي نتكلم عليها؟ نفس الشيء كما قبيلة قلنا الدهون الحيوانية، أي نوع من الحيوانية نتكلم عليها؟ كذلك بالنسبة للفواكه، هل هذه الفواكه مفقرة ولا لا؟ هذه نقطة مهمة. أننا إحنا رانا في مكان وانا متحملين مسؤولية، خلينا عطينا أمل يا أستاذ كمال فليسي. لا صراحة لأن لا هاد لأن هذا الثقافة، نعطيك مثال نعم. بسيط جدا نعطيك فيه فيه شخص نعم. يعني عنده مخبزة ولو يعودوه الناس يروحوا له الناس يطلبوا عندك خبز كامل عندك بان كومبلي، أصبح ينتج الخبز الكامل، يوفر الخبز الكامل، يخدم تاع الشعير بنخالة تاعو. لهذا هذا الثقافة هذه لازم لابد أن يكون، خاطر الكونسوماتور المستهلك هو يعني هو المفتاح. إذا كان عنده الطلب على الأقل على الأقل الناس، إذا ما كانش من ناحية الصحية، إذا ما كانش عنده ثقافة على المزارع ولا الفلاح، إذا ما عندهش ثقافة على الأقل فيه الكونسوماتور راح يفرض شيء يخلي هذا المزارع يجيب ياتي بالبيو. نشوفوا بعض البلدان سبحان الله علاش على يا سيدي نقلدوهم على الاقل في الاشياء نتاع الخير. الان بساتين لحقوا وين بساتين حتى باش تتم النكهه وتتم كذلك يتم الطعم الحلو وتتم السعاده ان صح التعبير، لان الغذاء فيه سعاده، نوع من السعاده، فيخليوك انت تجني الثمره تاعك تكون بيو، تكون طبيعيه، ما فيهاش لي باستيسيد. لكن انت تجيب الاطفال ديالك يمشيو فيه يعني كاينين جوع، فيه يعني بعضا من السعاده، هكذاك العائله تقطف تلك الثمار تروح توزنها وتخلص وتمشي. نعم. يعني فاشياء حتى الجانب النفسي عندها تاثير عجيب سحري عجيب جدا. فلهذا لابد ان نتكلموا كيما تكلمنا على المادة الحيوانية، لابد أن نتكلموا على الفاكهة. إن شاء الله نوصلوا إلى هذا. إن شاء الله. مليح أن الإنسان مثلا على ضعف الإيمان، فيه بعض الناس الآن عندهم مثلا العنب، عندهم العنب في البيوت تاعهم، عنده بحيرة عنده العنب، ما يديرلوش دواء. هذه ثقافة، وهذا رايح لأن هذه الثقافة هذه راهي متعدية ورايحة تمشي عند غيره وتولي ثقافة صحية إن شاء الله، وهكذا تبدأ الحالة كما يقولوا حبة حبة حتى تكون القبة. فالفواكه يعني راهي جزء من الغذاء، من الأغذية الصحية للجسم تاعنا، فيها تحمل الكثير من الفوائد، من يعني الماء، السكريات، كذلك مثلا مضادات الأكسدة معروفة، يعني بمضادات الأكسدة وأرمادة من الفيتامينات والأملاح المعدنية كما قلت. فلهذا يعني هي مفيدة، ومليح أننا نقتنيها إن شاء الله وتوصلنا في حالتها الطبيعية، لأنها إذا يعني إذا فقرت وإذا قسمة أضفنا لها يعني الأسمدة قسمة بين اللغة الجزائرية دخلنا عليها بالبستيسيد، أنا رايحين نفقروها يعني حتى الجسم تاعنا وش هو راه يحتار بالشيء اللي يوصل له وما يتعاملش معه بطريقة إيجابية والمنفعة تقل. نعطيك مثال بسيط جدا، كانت فيه دراسة حول العنب الأحمر،
العنب الأحمر فيه نوع من مضادات الأكسدة قاتل يعني أو مضاد للسرطان يعني، ثم لم يجده إلا في العنب اللي لم يفقر عن طريق لبستيسيد معه، داروا فيه دراسة قوية جدا فلم يكن متوفرا إلا في العنب اللي نما بطريقة طبيعية. فلهذا يعني نخليه هذه الأغذية، نخليه هذه الفوائد توصلنا إن شاء الله. من ذلك كان العلاج في بعض البلدان الغربية بعلاج بعض السرطانات بالصوم، تجويع يعني عن طريق التجويع، ثم بعد ذلك إفطار على برامج ديتوكس، برامج ديتوكس عند مرضى السرطان. نعم. الصوم بعد ذلك إفطار على ليمون، وبعد ذلك أن يأكل العنب على ما قدر على قدر المستطاع. لكن العنب باش نأكد الأسود العنب الأحمر، لأن فيه منطقة من المناطق من غير ذكرها كانت فيه دراسة مؤخرا هنا في الجزائر فارتفعت نسبة مرض السرطان بطريقة عجيبة جدا، فكانت فيه منظمة دولية دارت دراسة ميدانية واش يكتشف، يكتشف البرنيق لوفيرنين اللي كانوا بالعربية لوفيرنين اللي كانوا يديروه العنب. العنب ما ينشطش، يدي وهيو مين يبدا يتلقى الماء ديالو، يبدا يدبال، يبدا يتحول كامل، ولا يديروا له هذا الماده اسبوع يبقى على حاله حتى يتباع. فهذه الماده هذه ماده مسرطنه، لما نجيبوا هذا النوع من العنب نقولوا راح يعالج للسرطان او يساعد في عمليه ندير الصوم ولا ما نديرش. لما ندير الصوم وناخذ هذا النوع من العنب هاني راح نزيد الطين نغذي الخلايا السرطانيه. فلهذا لابد اننا نمشيو هذه الثقافة الغذائية الصحية. فلهذا علاش عندنا سبحان الله عندنا علاجات طبيعية، علاجات طبيعية غير في ماكلتنا. أول علاج تاعنا، أول دواء هو الصحن اللي ناكلوه، والآن أول مسبب الأمراض هو الصحن أيضا اللي ناكلوه. فلهذا الإنسان يعني الإنسان هذه الفرصة هذه ما لازمش نضيعوها. انت على الصوم كما ذكرتي، الصوم اللي هو يعني الصوم يا سيدي علاش كما قال الدكتور قبيلة عجبتني صراحة، يعني الإنسان يجتهد يفطر على 10,000 100 دينار ويخليها صحية ويشوف يعني النتائج المبهرة بعد شهر إن شاء الله. نرجع لك دكتورة بالحاج، فائدة الفواكه عند الصائم عندما يفطر، نقدم كنا نقول نقدم الفواكه نقدم الفواكه عند الصيام عند الإفطار بعد الصوم. نعم بعد عند الإفطار، فهذا يزيد من نسبة السكر في الدم، هذا ما نحتاجه لكي نحفز جميع الأعضاء الجسم. ولكن أحتسب ونحاول نقعد متفائلين بعدم تفادي هذه المبيدات وهذه المواد المستعملة بغسل هذه الخضر والفواكه ونقعها بالماء والخل لمدة لا تقل عن 15 دقيقة. خل تفاح. لابد أن نستهلك، لا يمكن الصوم. نعم لابد تحضير هذه الفواكه قبل. نعم تحضير قبل الإفطار. نعم قبل الإفطار، ولا بد من تقشيرها. نعم. بما أنه في القشرة هناك فوائد كثيرة وعديدة، ولكن نضطر لتقشيرها والاستفادة من مما فيها. نعم لأن مما بقي فيها. مما بقي فيها بالأحرى. نعم. دكتورة بالحاج قرأت أنه في قشور الموز مثلا حمض أميني تريبتوفان، واللي يدخل في تركيب السيروتونين. سيروتونين. والسيروتونين اللي يتحول إلى ميلاتونين. هرمون الميلاتونين. يعني سبحان الله الإنسان الحمد لله اللي كاين تريبتوفان في مواد أخرى، ولكن للأسف نحن نرمي بقشور الموز وهي تحتوي على تريبتوفان، نرمي بقشور الفواكه الأخرى. ولكن أخيرا ولو قشور الموز نقوم بتجفيفها، وطحنها على شكل بودرة واستعمالها في الأغذية كقشور الدلاع أيضا، كقشور كذلك قشور الدلاع عملية يعني تجفيف. بالطيخ. نعم. تعرض إلى تجفيف وطحن والاستفادة منها، فهي كذلك تحتوي على أحماض أمينية وعلى فيتامينات يعني مستوى عالي، وفيه مواد حتى عندها تأثير على الدم.
تأتي مخفض رائع جدا لارتفاع الدم. نعم. ارتفاع ضغط. فمدر هو مدر رائع للبول أكرمكم الله، فهو كعلاج لارتفاع ضغط شرياني طبيعي. نعم. طبعا ريثما تصير أغذيتنا طبيعية ونعود نستفيد من قشورها إن شاء الله. إن شاء الله. فالمشاهد له الوقت إن شاء الله أن يبحث أو يستفيد كذلك من حصة بلسم وحصص عديدة للاستفادة من قشور هذه الفواكه ومن الفواكه. معنا رقية من البيض في عفوا انقطعت مكالمة رقية أظن. ألو ريت ما تعود. نعم ريت ما تعود إن شاء الله رقية. أعود إلى أستاذ بوشابو، كنا نتكلم على تأثير التخمة أو تأثير أكل الطعام على الطعام في صلاة التراويح وضغط البطن بالصدر واختناق حالة التنفس. نعم يا أحسن ما في الصلاة هو الخشوع فيها. نعم. حينما تصلي وأنت مرتاح كما كان يقول صلى الله عليه وسلم أرحنا بها يا بلال. فيخشع العبد مع تلك الآيات التي يذكر فيها بالله عز وجل ويذكر فيها باليوم الآخر، لأن حينما يصلي المصلي صلاة التراويح راح يقرأ به الإمام زوج حزاب في كل ليلة، يعني معدل 200 آية، فيه تنوع تاع مواضيع كثيرة، فيه آيات تتحدث عن الله عز وجل، آيات تتحدث عن اليوم الآخر، آيات تتحدث عن الجنة، آيات عن النار، آيات عن الأخلاق، آيات في صفات النبي عليه الصلاة والسلام. هذا التنوع في الموضوعات اللي يسمعها اللي يصلي التراويح خلف الإمام يعطيه متعة، يعطيه سعادة، يعطيه طمأنينة، يعطيه خشوع. لكن هذا للأسف الشديد يحرم منه من يكون يتصارع مع بطنه. لما يجي والبطن تاعو منتفخة وإحنا في الصف نصلي، تلقى بعض الناس وهو يصلي في كل مرة أكرمكم الله يتجشأ، يتقرع. نعم. لأن عنده غازات تتصارع داخل بطنه ويحتاج إلى إخراج تلك الغازات. أولا هو ما يكونش مستراح، ثانيا هو يفقد الخشوع، ثالثا يكون مشوش على غيره، لأن أكرمكم الله الرائحة اللي تخرج مع التقرع راح تكون رائحة غير طيبة، رائحة كريهة، وراح تؤذي المصلي. وإحنا شوف النبي عليه الصلاة والسلام كان ينبه لهذه المسائل الدقيقة، أدبيات المسلم مع إخوانه المسلمين في المجالس العامة. فكان صلى الله عليه وسلم يقول مثلا من أكل الثوم، طبعا المقصود الثوم النيئ أو البصل اللي ما زالت فيها الرائحة، قال لا يقربن مصلانا، ما يجيش يصلي معنا. علاش؟ لأنه لما يجي يصلي معنا وأكرمكم الله الرائحة تنبعث من فمه تؤذي جيرانه اللي يصلي معه، فيفسد صلاته ويفسد صلاة غيره. فلهذا الغذاء اللي يتناوله الإنسان قبل هذه العبادة الجليلة لابد أنه يدير في حساباته، ما يكونش احنا عندنا قاعدة ربانية. هذه القاعدة مدبية من ناحية العلمية، ولا يفسرها الأساتذة أكثر مني لأنهم بحكم الخبرة في الجانب التغذية، لكن نقول فيها كلام عام. يقول الله سبحانه وتعالى وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. أولا الآية فيها أمر فيها نهي، أمر بالأكل لأن عدم الأكل يؤدي إلى الهزال والضعف، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. لازم يكون إنسان عنده قوة بدن، وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم عافني في بدني. نعم الحفاظ على البنية وعلى البدن شيء مطلوب، لكن قال لا تسرفوا. الآن ما هو حد الإسراف؟ إحنا نعطي معيار مقياس حد الإسراف، يعني وقتاش تعرف لست مسرفا، بكل بساطة ما تاكلش حتى تشبع. احنا للأسف الشديد عندنا العادة لما تقول إنسان زيد كل يقول لك الحمد لله شبعت، وهذا خطأ. لازم الإنسان يأكل قسمة يكفيه شيء قسمة يشبع، لأن الله أعلم علميا والأطباء راكم اللي في حضرة الأطباء، المعدة تاعنا وعاء عنده قابل للتمدد، معناها كل ما نزيدوا له عنده قدرة باش يزيد يتوسع، وكل ما نزيدوا له عنده قدرة. يجي واحد الوقت كان ممكن من قبل الإنسان حد الشبعة يوصل له ببول صغير صحن صغير يحس شبعة، لكن مع التوسع وخاصة استعمال المشروبات الغازية اللي زي تمدد في المعدة يولي يأكل يعني صحنين وثلاث صحون ولا يشعر بالشبع ويلحق إلى حد الإسراف.
فاحنا لو الانسان ياكل من غير اسراف خاصه في الافطار تاع رمضان. علاش؟ اذا كان في سائر العام باش يحافظ على الصحه، في رمضان باش يحافظ على الصحه وعلى الصلاه، على صلاه التراويح ما يثقلش عليها. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، هذه جات في حق المنافقين، بصح اللي ياكل حق حد التخمه يصرى له نفس الحاله. نفس الشيء. يقوم الى الصلاه وهو متثاقل ويتمنى وقتاش الامام، ماذا به لو كان الامام هذيك الصلاه يعني يسرع فيها الى اقصى حد باش يخرج بكل سرعه، ولو كان يسجد ماذا به يقول غير سبحان الله العظيم ويطلع ما ينتظرش، وهذا كله مخالف للصلاه الخاشعه التي ترفعنا عند الله سبحانه وتعالى. صلاه التراويح قربه نتقرب بها إلى الله عز وجل، لابد أن نؤديها على أحسن حال. اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، يرانا حينما نقوم للصلاة. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يشوفك رب العالمين كيفاش راك تصلي. فإذا باش تعطي روحك فرصة تصلي صلاة مليحة يقبلها رب العالمين، ما تخسرهاش على المائدة. إن شاء الله نخرج من رمضان ونحن ناجحين إن شاء الله، إن شاء الله يا رب العالمين، رابحين وليس خاسرين إن شاء الله. إن شاء الله نسأل الله الاعتدال والاقتداء بسنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام في الصيام وفي القيام إن شاء الله. مع الدكتورة بالحاج كنا نتحدث عن فوائد الفواكه، وفيه نقطة أخرى ليس فقط أنها نبدأ أننا يفضل أننا نبدأها في غذائنا لكي نحضرها لتهضم أو تساهم في إنشاء الأنزيمات أو تكوين الأنزيمات، مساعدة الأنزيمات لهضم الطعام. ولكن فيه مشكل آخر كذلك، لأنه هي فيها مضادات أكسدة، فيها مضادات للسموم، ولكن فيها عادة، فيها عادة عند شبابنا اليوم بعد صلاة التراويح أو في السهرة مثلا قد يتناولون البعض من المشويات في الشارع. وما رأيك في هذا؟ يعني نحن نبني من هنا، وأبناؤنا وهم من حيث لا يدرون ومن حيث لا ندري هم ممكن يهدمون ما نبنيه. ماذا نقول للمشاهد حول هذه المشويات خصوصا واللي فيها احتراق لمادة اللحم المشوي؟ شكرا. كما تكلمنا سابقا على الطهي المفرط للأغذية، نعم، كما في المشويات فهو ينتج عليه بصفة الأغليكاسيون أو البغونيسمان، أي تحمر زايد، فهذا ينتج عليه مركبات مسرطنة لها أعقاب وخيمة على الجسم، فلا بد التحفيز على استعمال على الطهي على البخار او الطهي في الماء المغلي او الطهي في الفرن، في الفرن او الميكرووند. نعم نعم. اذا يتفادى يعني نصيحه لكل الامهات والاباء بان ينبهوا الابناء ليتناولوا هذه المشويات المحروقه يعني. نعم. والتي تحتوي على البيروكسيدات. البيروكسيدات نعم. نعم. فكلها قلت كما قلتم مواد مسرطنة، وطبعا من بين المواد التي أحضرها أستاذ كمال فليسي اللي فيها مضادات أكسدة رائعة ومضادات للتسرطن، وبعض المنتوجات اللي العلاج الكيميائي هي موجودة كذلك في هذه الخضرة الطيبة التي أنعم الله بها علينا. تفضل أستاذ كمال فليسي والكرافس مع الملفوف. نعم، عندنا الملفوف الأخضر والملفوف الأحمر. الأحمر. وعندنا الكرافس، يعني فهد أنا جاتني تذكرت الأخت الكريمة اللي قالت عندها إنسيغوس. نعم. يعني من بين المواد اللي قمنا لها تساعدها هذا المواد، يعني الكرافس والكرنب الأخضر والكرنب الأحمر أيضا، وكذلك هذا المواد تساعد مرضى السكري، فمخفضة جلها مخفضة للسكر. فنشوفوا يعني الرابط المشترك أو القاسم المشترك بين الكبد والأمراض. نأخذ مثال مثلا السكري، عندنا قاعدة كل من نقينا الكبدة كل ما اجتهدنا
في إعطاء أو لحق لها أو استرجاع الطاقة الحيوية تاع هذا العضو المهم كلما أراحت لنا كل الأجهزة كل الأعضاء. احنا في بداية الحصة كان المنطلق أول خطوة تكلمنا على البنكرياس، كيف أن الصوم يساعد البنكرياس في عملية استرجاع وبناء الخلايا نتاعه. البنكرياس هي عملية بسيطة جدا، الكبد هو اللي يطلق السكر في الدم، الخلايا تاخذ لادوس ديالها، تاخذ نسبة ما تحتاجه من سكر، الزايد من المفروض يروح للكبد. الكبد إذا كان متعب كان متخن ما يردش الزايد، لهنا فيه أمر من الدماغ يبدأ ينشط أو يمد أمر البنكرياس باش أخدم الأنسولين، تبدأ خدمة زايدة نتاع الأنسولين وما فيش احتراق نتاع السكر هذا، ولهنا الخلايا تاع البنكرياس واش مفعول عكسي راح تتعب وتولي ما تمدش أنسولين تاع نوعية اللي تحتاجها الخلايا. لهنا لو نقيو الكبد مثل الإسفنجة تكون ممتلئة، لما نعصرها راهي رايحة دير لنا عملية مسح بسهولة، تعاود تمتص كل السموم متواجدة في الجسم، ومن بين السموم على السكر كيكون مرتفع زايد هاو يولي سم بالنسبة للجسم تاعنا. لأن في هذه الحالة لما الكبد يعاود يسترجع الكبد أو تسترجع الكبد، تسترجع يعني هذا الزايد من السموم بينها السكر، لهنا راح تخلي البنكرياس في حالة راحة راح تريحه يعود يبني روحه. لهذا يعني كل ما ينقي الكبد إلا وأراح الذات تاعنا الجسم تاعنا. خاصة الكرفس كيف تنقي الكبد؟ منقي رائع جدا بالنسبة يعني كي الكرافس كي هي بالنسبة لعملية التنقية. لما نقوله التنقية فلما نقوله النقي والعضو العضو معين ناخده مثلا ناخده احنا نتكلموا عن الكبد كيفاش يتنقى هذا المواد راح تساعد ايضا باش تفتح لزافالواغ اللي هما لزيموكتواغ. الكبد أو مدخن بالسموم لازم له طريق باش يخرج السموم، لازم له طريق البلوعات يعني نعم بلوعات إذا ظلوه لازم له بلوعات منين يخرج السموم. مادام أدخم أصاب بالتسمم الكبد راهو في حالة تخمة، بمعنى فيه انسداد إما على مستوى البشرة اللي هو البشرة اللي هي إيموكتواغ مهم جدا تخرج السموم، عندنا احتباس أيضا على مستوى مثلا القولون أو الأمعاء نقبيل احنا نتكلموا على الامعاء يعني والاهميه اللي عندهم، عندنا ايضا ممكن احتباس على مستوى الكلى، ممكن احتباس تاع السموم ايضا على مستوى الرئتين. فهذا الاعضاء هي اللي دير لو روتور، تخلي مثلا ناخذ مثال بسيط جدا اون كونستيباسيون ما تسمى بين قوسين كرونيك، انسان مثلا عنده امساك نتاع 10 ايام 15 يوم، لهنا لو المواد الازوتيه اللي تمثلها على رأسها المواد الحيوانية، ناخذ مثلا السكريات، ناخذ اللي تمثلها يعني الكحول، نقصوا له المواد الحيوانية. لا لهنا لو هذه السموم اللي تنجم عن طريق الهضم ديالها لو تبقى على مستوى القولون واش راه يحدث؟ تعفن، اضمحلال. إذا لابد من تقليل من هذه المواد بين قوسين تتفور الحالة. لهنا لا هذا هو يعني تضمحل. نعم يعني تتفور هذه المعنى. كيف يكون استعمال الكرافس الكمية التي نستعملها؟ لحظة برك نكمل الفكرة رجاء. نعم. يعني لهنا ماذا يحدث؟ الكبد الدور تاعه واش يعاود يرجع هذا السموم، يدير روتور، إذا يفور روتور دو توكسين. هذا السموم هذه هي راح تولي للكبد، لابد هو اللي الإسفنجة يحاول يخرجها من جهة واحدة أخرى، قد يستقلبها ولا يحولها إلى شيء آخر. لهذا تنقية الكبد أو رايحين يعني يريحنا كل الجسم تاعنا. كيف تسمحك أستاذ كمال فيسي أم سيرين نستقبلوها راي على الخط مش مطرحناش. ألو نعم ألو أم سيرين لست أدري إن كانت نزلت موجودة معنا أم سيرين. إذن نواصل. ألو نعم أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. صحة رمضانكم. الله يسلمك بارك فيك ورمضان كريم ومبارك لك. رمضان كريم. نعم. بغيت نتكلم مع الدكاترة مع دكتورة كمال فليسي
أخصائي التغذية. تفضلي هم في الاستماع، تفضلي. دكتورة أنا عندي التهاب مزمن في الصومة، وعندي غدة درقية. تم قطع المكالمة. ريثما تعاود أم سيرين الاتصال لطرح السؤال تحديدا. نواصل الأستاذ كمال فليسي. نعم نعم، قلت بالنسبة يعني كيفاش ناخذوهم. عفوا نعم، أم منا من ورقلة. ألو نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صحة رمضانكم، ربي يتقبل منا وإياكم إن شاء الله صالح الأعمال. أمين وإياكم إن شاء الله، رمضان كريم. تفضلي. بارك الله فيك، باش نقدم سؤال للشيخ. عندي أنا يعني مرأة حامل. الله يبارك. والصيام يعني عندي 4 أيام تقريبا، يعني قاعد القي يجيني مباشرة. نعم. يعني بدون تعمد، ونحاول يعني اني ما نردش، وش حكم الشرع في الصيام هذا بالنسبه للشيخ يعني. نعم جزاك الله. السؤال الثاني. نعم. السؤال الثاني بالنسبه للدكتورين، بارك الله فيك، عندي الحموضه تطلع لي في في في, في نهار رمضان، ويعني نتقي ما كان والو يعني هكاك قي. نعم. انت كم شهر عندك ام منا؟ راني في الشهر الثاني. نعم الله يبارك، بارك الله فيك. وصل انشغالك اختي، سيجيبك الاستاذ. شكرا، جزاك الله خير. امين واياك ان شاء الله. شكرا على اتصالك. اذا ممكن نجاوبوا على السؤال. بالنسبه للقيء عند الجمهور ان القيء لا يفطر، لان الافطار يكون مما يدخل الى الجوف. نعم. إذا حاجة دخلت للبطن هذه تفطر، أما الذي يخرج من البطن وهذا الذي قال به الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يفطر. فلهذا هي كونها يعني 4 أيام قالت يعني خرج منها قيء إجبارا، يعني غلب غلبها القيء، صيامها صحيح وما تقضيش. يعني إذا كانت أتمت ومسكت وبقت مسكة اليوم كامل تاعها ما كلاتش، فصيامها إن شاء الله صحيح وما تقضيش هذه الأيام. أما قضية كونها تصوم ولا ما تصومش، هذا يعني كما ذكرنا الأسبوع الماضي يعني حالات، فالمرأة الحامل عندها رخصة الإفطار، وهي تشوف القاعدة فيها هي التيسير. نعم. إذا كان الأيسر عليها أنها تصوم الآن، ما لقاتش مشقة وقدرت تصوم، والطبيبة تاعها المتابعة تقول بأن ما فيش ضرر على الجنين. نعم. اللي في بطنها، لأن ما نساش الآن فيه حق آخر متعلق، ماهوش حقها فقط، حقها وحق الجنين اللي في بطنها. إذا كان صحتها وقوتها البدنية وغذائها اللي تناوله في الإفطار وفي السحور يكفي باش يغذي الجنين اللي في بطنها ويكون بصحة جيدة، تصوم إذا كانت تيسر عليها. إذا كان فيه ضرر، خافت على الجنين أو خافت على نفسها، في هذه الحالة تفطر وتقضي يعني إن شاء الله من بعد. نعم. نرجع إلى دكتورة بالحاج، واش تنصحيها في خصوصا تعاني هي من حموضة في نهار رمضان؟ نعم. ما هي نوعية أو أنماط الأغذية اللي ممكن نصحها بها لتفادي هذه الحموضة؟ نعم، كما قال الشيخ لازم تشوف الطبيب المعالج عندها باش تشوف الحموضة تاعها إلى أي مدى. نعم. إلى أي مدى تعيق صيامها أو تمس بجدار المعدة. إن كانت قادرة تصوم ننصحها بالإفطار على خليط من التيزان أو متكون من عود القرفة ونجبة الأرض أو الأباديان، فهذا يقلل من الحموضة عندها. نعم. فيش خطورة على الحمل يعني؟ وتحاول ما فيهش خطورة إن لم يكن استهلاك مفرط. نعم. تشرب كوب منه ترتاح 10 دقائق 15 دقيقة من بعد تتناول الوجبات. درك للمرأة الحامل في الشهر الثاني لازم تكون الوجبات تاعها متقطعة، ما تاكلش وجبة كاملة دفعة واحدة، تكون متقطعة، تاكل شوية فواكه، ولكن يجب أن تكون الفواكه غير مساعدة للحموضة، مثلا تاكل الموز. نعم نعم. من بعد ترتاح
ساعة أو اثنين ترتاح، من بعد تزيد تاكل الشربة ديالها، قليل من السلطة، قليل هكذا باش ننصحها بالتقليل من الدسم دكتورة بالحاج. نعم، فالدسم يحفز الإرجاع، إرجاع و وإفراز الأشسيال وإفراز الحمض، حمض حمض المعدة، المعدة. نعم، خصوصا في شهرين من الحمل. نعم، زيادة مستوى هرمونات الأنثوية. نعم، راح يزيد من فتح فم المعدة. نعم، هذه من مسببات فتح المعدة. نعم، وبالتالي يسهل الإرجاع. والبوابة لا تغلق نفسها بشكل محكم. نعم، وبالتالي هنا ننصحها بتقليل الدسم، لأنه الدسم كذلك يساعد في فتح البوابة، بالتالي تقليل من الدسم في الأغذية، الاعتماد على بعض الخضار اللي هي قاعدية. نعم، قاعدية، الخضار القاعدية بازيك، يعني مثل القرنون، بطاطا، قرنون، نعم، الخرشف، القرنون، الكرافس، الكرافس كذلك، الكرنب، اي نعم، هذه من الجزر كذلك، الجزر. فهذا الخضار تقلل من الحموضة، وممكن إن شاء الله الزنجبيل مفيد لها يعني. نعم، بارك الله فيك، الزنجبيل مفيد للمرأة الحامل. نعم، وليس يعني ما فيهش خوف. نعم، على الجنين، ومضاد للقيء. نعم، نعم، ومضاد للتقيؤ. من بين الفواكه التفاح أستاذ كمال فليسي، ممكن استعمل. نعم، إذن التفاح من الفواكه. فواكه، لا، التفاح يحمي النسبة يعني، لا، ليس الحامض. نعم، التفاح الناضج مليح. شو كان تمشي مثل الزنجبيل كمضاد للتقيؤ، الموز كمعدل للحموضة. معدل، وين؟ نعم، أما الخرشف والقرنون فهو أفضلهم. أفضل، ليس كذلك؟ ممكن تأخذ مرة في 15 يوم قرعة لوغازيف، يعني مياه معدنية غازية. غازية، غازية طبيعية. نعم، طبيعية، لازم تكون طبيعية في حالتها الطبيعية، لكن مرة في 15 يوم. نعم، ممكن تكون يعني قارورة صغيرة. هذه لا ألجأ إليها كثيرا، لأن فيه إذا كان فيه مشاكل على مستوى القولون. نعم، هذا شيء آخر، نزيد الطينة بالله. نعم، فلذلك لا أنصح كثيرا، لكن من أجل تعديل الحموضة تاع المعدة. نعم، من أجل تعديل حموضة المعدة. الاستلقاء، طريقة النوم مهمة جدا. نعم، نعم. إذا كان في بعد تناول الطعام لا يجب، بالعكس لابد من حركة، لابد من تحرك أفضل لكي تتم عملية حركة الأمعاء. و إن شاء الله مدة وجوزها، هذه مرحلة معروفة عند الحامل. نعم، نعم، هذا لا يعني أننا لا نعطيها يعني هذه من الوسائل اللي تقاوم بها الحمل. تقاوم بها إن شاء الله وجوزها. نعم، ربي يخفف. إن شاء الله تكون أم سيرين اللي تعاني من التهاب مزمن بالمعدة، مشاكل على مستوى غدة الدرقية، لسنا ندري إن كان فيه ارتفاع أو عمل أو تثبيط في الغدة أو زيادة نشاط الغدة. لذلك إن لم تستطع الاتصال أن تعيد الاتصال في الحصة المقبلة إن شاء الله، لملا أو في نهاية هذه الحصة، فنواصل النقاش. طبعا مشاهدينا الأفاضل، نمر إلى الموضوع الموالي، وهو احنا ما كملنا اسمها استاذ كمال فليسي، كيفاش ناخذوا هذه المواد، كيفاش ناخذوا هذه المواد، كيفاش نتغذى وناخذوها. يعني شوفوا مثلا الكرافس، قبل طبعا الركن الموالي على الباب، فواصلنا هي يعني نشوفوا بالنسبه يعني الكرافس، كثير من الناس ما يشريوش الكرافس، ما يدخلوهاش يعني طيلة السنة. نعم، لأننا نعرف مثلا الأهمية تاعها. نعم، والفايدة تاعها، وإن كان تحمل فايدة كبيرة جدا. فنشوفوا مثلا الكرافس مقارنة بالبرتقال، يعني تحمل لا فيتامين سي، احنا نعرفوا كثقافة أن لا فيتامين سي، جينا الصورة تاع البرتقال، شوفوا ما تحتوي هذه المادة اللي هي الكرافس، أزيد يعني بكثير مقارنة بالبرتقال. فمثلا الكرافس نقدر نتحصل على فيتامين سي طيلة السنة، طيلة السنة. فكيفاش ناخدوها؟ أولا الطياب أو راح يدمر هذه المواد. بالنسبة للطهي أفضل طريقة ناخدها بشكل سلطة، قسمها ناخدها نية من نعم. يعني نية، ولا ناخدها بشكل عصير.
ممكن، لكن الطعم تاعها بالنسبه للاطفال بالنسبه يعني وهي باش الانسان يعرف لما ياخذ العصير هي مضره للبول ان شاء الله اخبركم مضره. فمثلا الانسان يكون خارج ولا خاصه بالنسبه للنساء يعني لما ياخذوا هذا العصير ممكن يصيبوا مشكل خارج البيت يعني، فلهذا الانسان كذلك هبوط في مستوى ضغط الدم. نعم فلا ينصح بتناول الكرافس عصير. نعم ثم بعد ذلك يخرج الإنسان إلى نعم تخفض ضغط الدم وكذلك نعم تخفض نسبة السكر. نعم تخفض نسبة السكر، لكن ليس لا يعني هذا أننا نحرم نفسنا من الفائدة اللي فيها. ممكن نستعملوها في السلطة تاعنا، في الغذاء تاعنا، في السلطة ممكن أيضا نستعملوا مثلا الكرم بنفس الشيء. بالنسبة للكرم يعني ممكن أننا ناخذوه بشكل سلطة، نقطعوه إلى قطع صغيرة، هذه أفضل طريقة أننا نتناولوها. باش علاش؟ باش نحافظوا على الفوائد تاعها ونحافظوا على الفيتامينات وخاصة على مضادات الأكسدة التي تحملها إلينا. شكرا لك. وإن كان فيه ملاحظة إن بقي من الوقت نستفيد من الدكتورة بالحاج حول الملفوف. نعم وما يحتوي. نلاحظ في الآونة الأخيرة حمية شائعة وهي حساء الملفوف. نعم كما ذكر الأستاذ فالملفوف حبذا نستهلكه نيئا على شكل سلطة. أما حساء الملفوف يجب عدم الإكثار منه. نعم فهذه الحمية قاعدتها أن نتناول حساء الملفوف صباحا مساء، وهذا خطأ لأن الملفوف يحتوي على مادة اسمها الأوكسالات، وهذه الأوكسالات مادة مثبطة لامتصاص الكالسيوم في الجسم. فننصح بتناول الملفوف بكميات مقننة وعدم مزجها بكل ما يتعلق بالحليب ومشتقاته. نعم لكي يتم الاستفادة من الكالسيوم الموجود من جميع المواد. نعم الغذائية. نعم شكرا لك دكتورة بهاج. كملاحظة برك فقط. نعم يعني بالنسبة للملفوف، الملفوف معروف أيضا يعني يحمل نسبة رائعة أيضا من مادة الكالسيوم، يعني يحمل نفس النسبة المتواجدة في الحليب حليب البقر. والفائدة لو ناخذ مثلا 1 كيلوغرام تاع ملفوف 1 كيلوغرام تاع حليب نتكلم بالكيلوغرام يعني فيهما نفس النسبة تاع الكالسيوم. لكن بالنسبة للفائدة الجسم تاعنا لو تناولنا لو نتناولوا الملفوف وهو ني، عملية الامتصاص بالنسبة للملفوف يعني نتكلم على الكالسيوم سوف تكون أزيد من 70%، بينما الحليب البقر متجاوز 28%. نعم فالفائده يعني في فوائد عجيبه جدا. ونضم الوقت في وقت الفيتيار امامنا مشاهدينا الافاضل، نمر الى الفيتيار المهني حول التغذيه عند المراهقه وشيخها بعد الفاصل. في شهر رمضان يتسابق الصغير قبل الكبير على الصيام وأداء هذه العبادة بكل فرح وسرور، إذ يحرص الكثير من كبار السن على صيام شهر رمضان الفضيل، وحتى وإن كان بهم سقم ويصعب عليهم الصيام، فإن الصيام قد يؤثر بشكل سلبي على صحتهم. بالنسبة للشيخ فهو لا يحتاج إلى طاقة كثيرة لأنه لا يبذل جهدا كبيرا، وكذلك فله تغذية الصيانة فقط وتغذية الطاقة، وبالتالي فتكون السعرات الحرارية أقل ويكون تغذيته في الآخر أقل. بالنسبة للسحور أحسن حاجة كذلك، وهي غنية بالماء وغنية بالألياف وفيها سكريات، هو الدلع. كذلك يجي المرتبة الثانية هو البطيخ، طبعا لا يستغني عليها الصائم في السحور طبعا لكي يصوم نهاره بدون عطش وحتى لا يجف جسمه، خاصة الشيوخ والأطفال الصغار لأنهم طبعا ساعات يستغنوا عن شرب الماء، فنعوض هذا الماء نعوضه من الفواكه التي تحتوي على كمية كبيرة من الماء خاصة قلنا الدلع. يجب الاهتمام بالتغذية في مرحلة المراهقة من حيث النوعية والكمية لتجنب حدوث خلل في عملية النمو خاصة في شهر رمضان، فمرحلة المراهقة من أكثر المراحل التي يتم فيها النمو الجسدي والعقلي،
إذ تزداد في هذه المرحلة الحاجة الغذائية لدى المراهقين، ويكون الطعام متوازنا وغنيا بالفيتامينات والمعادن مثل الكالسيوم والحديد والزنك. للمراهق سيحتاج إلى تغذية صحية، عفوا تغذية الصيانة وتغذية الطاقة وتغذية النمو، لهذا فهو يحتاج إلى تغذية أكثر، وخاصة الكالسيوم والفوسفور وكذلك البروتين، وهذا لكي لنمو عظامه. أما بالنسبة طبعا نلقاهم في الحليب، نلقاهم في التمر، نلقاه في مثلا في الكرفس، نلقاه في الكرفس كذلك فيه الفوسفور، مادة الفوسفور، كذلك نلقاه في بعض الخضار ومنه البروكلي، منه البروكلي والكرومبيت بأنواعه، الكرومبيت الأبيض والكرومبيت الآخر. الصيام لدى المسنين مفيد جدا، لكن بشرط الالتزام بتناول كميات كبيرة من السوائل والإكثار من الخضروات والفواكه. وكذلك بالنسبة للمراهقين يجب أن يكون الأكل صحي ومتوازن للنمو السليم. إذن فعلا هذا كله للنمو السليم وللحفاظ على سلامة صحة الشيخوخة كذلك عند كبار السن. دكتورة بحاج، كيف ما رأيك يعني غذاء اليوم عند المراهق مع مقارنة بما نراه من الأغذية، يعني ما أنعم الله علينا من خضر وفواكه وما يلتجئ إليه إلى اليوم المراهق؟ الآن المراهق كما نقول عامة يأكل برا، يستهلك كل ما هو ساندويتش، كل ما هو محروق، شاورما محروقة زيادة كما تكلمنا على الحرق المفرط للأغذية، يتناول كميات كبيرة من المشروبات الغازية، هو سهل عليه يلجأ إلى هذا النوع من المأكولات باعتبار عدم توفر الإمكانيات اللازمة أو المعلومات اللازمة لعمل وجبة صحية. نعم، يعني كيفاش ندير وجبة صحية للمراهق مثلا؟ وجبة صحية للمراهق، نتكلموا في شهر رمضان. نعم، نتكلموا في شهر رمضان، هناك برمجة غذائية يمكن أن يتخذها المراهق والشخص المسن على سواء، ولكن بالنسبة للمراهق يجب أن تكون معززة بالبروتينات. نعم، وبالنسبة للأشخاص المسنين يجب أن تكون معززة بالمياه بالإضافة إلى البروتينات، والحرص على ازدياد الأعشاب العطرية وكل ما والبهارات، لأن فيزيولوجيا تقل حاسة الذوق عند هذه النسبة من الناس. نعم، نعم. في الوجبة بعد الإفطار يمكن أن نتناول حسب السنة تمرات مع كوب من الحليب، فهي سريعة امتصاص، كل ما هو سائل محلى سريع الامتصاص. من بعد يروح يصلي يدير مهاماته، كي يرجع يبدأ بسلطة نيئة متنوعة، ماشي غير سلطة خضراء، كل أنواع الخضار تكون مطهية على البخار، زائد شوربة ولكن بكميات قليلة، نتكلم على صحن أو كما نقول عامة أمبول متوسط الامتلاء، ونسيو نختاروا صحون صغيرة. أنا بالنسبة لكبار السن يعني. بالنسبة لكبار السن أو بالنسبة للمراهق يجب الحرص على الكمية والنوعية طبعا. من بعد يروح يدير تراويح ديالو، يدير المهامات تاعو، إلى حب يمارس رياضة بالنسبة للمراهق يمكن أن يمارس الرياضة، ولكن ساعتين بعد هضم الوجبة، وهذا الهضم يكون سريع لأن لم نستهلك كمية كبيرة من المواد الغذائية، استهلكنا شوربة وألياف وسلطة. من بعد نكمل بوجبة التي تتكون من لحوم، من بروتينات، تقدر تكون لحوم حمراء، لحوم بيضاء، حبذا تكون لحوم بيضاء، ولكن يجب استهلاك اللحوم الحمراء عند الناس، عندهم اللحوم الحمراء يجب تجنبها قطعا،
ولكن ليس بالمفهوم الصحيح، هي تحتوي على نسبة من الحديد. بالإضافة إلى 90 غرام من هذه اللحوم، يمكن استهلاك كوب من إما أرز أسمر، القشور تحتوي على فيتامينات منها الفيتامين نعم. بي، أو خضار مطهية على البخار. بالإضافة إلى ذلك يمكن استهلاكه سلطة فواكه ولكن غير محلات بالسكر. وفي هذه الفترة ما بين الفطور والسحور يجب عليه استهلاك ما لا يقل على 6 إلى 8 أكواب من الماء، ولكن تكون ما بين الفترتين ليس خلال وجبة الإفطار، ما بين الفترتين. في السحور اللي هي الوجبة الرئيسية بالنسبة للمراهق أو بالنسبة للشخص المسن، هذه الوجبة يجب أن تكون كاملة، يجب أن تحتوي على سكريات مركبة. السكريات المركبة يمكن أن نجدها في كل ما هو كسكس كامل، أو كل ما هو خبز، أن يكون خبز أسمر أو خبز كامل، بالإضافة إلى ملعقتين زيت زيتون أو ملعقة صغيرة من الزبدة الحقيقية. منها نزيد حليب أو مشتقاته، وإن أمكن فاكهة. إن أمكن فاكهة. شكرا نعم. لك دكتورة بالحاج. نعم. اود ان امر الى الاستاذ يحيى بوشابو في هذه يعني الجوله حول غذاء في الافطار والسحور. نود ان نرى سنه الحبيب المصطفى عليه الصلاه والسلام في ذلك من سحوره صلى الله عليه وسلم. القاعده الاولى في طعام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التقليل، ما كان ياكل كثيرا صلى الله عليه وسلم حتى من خبز الشعير لم يشبعه صلى الله عليه وسلم كما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنه. فإذا القاعدة اللي مشى عليها في طعامه صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يشبع سواء في صائم أو غير صائم، كان أكله قليلا صلى الله عليه وسلم. بالنسبة للإفطار كما ذكرتم يعني يستحب أن يكون على تمرات أو شيء يعني من الفواكه. ثم بالنسبة للسحور، وهذا اللي نحتاجه باش نفهمه، ربما البعض منا يظن بأن وجبة السحور هي ستون ريزيرف، معناها عملية احتياط للجوع اللي راح يجوعوا خلال 16 ساعة، إذا يحاولوا أن يملأ هذا الوعاء ما استطاع. يعني كول 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 في السحور، حاول تشبع مليح باش تقدر تشد 16 ساعة، وهذا خطأ. السحور في السنة قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. بركة السحور قد تتحقق بحسوات من ماء، يعني ممكن الإنسان يتسحر على ماء. يعني القاعدة تاع الدكتور كمال اللي هي قاعدة التجويع، هذا الحديث يؤيدها. يعني تصور الإنسان يأخذ وجبة واحدة اللي هي وجبة الإفطار، وفي السحور يزيد ما يأخذش يعني أكل، وإنما يشرب ماء فقط أو يأخذ فاكهة خفيفة فقط، هذا راح يخليه فعلا يشعر بالجوع في النهار، لكنه جوع مفيد. والجوع النبي عليه الصلاة والسلام تعوذ منه، هذا الجوع اللي يكون جوع الفقر، لأنه يؤدي إلى هزال ويؤدي إلى ضعف. لكن هذا الجوع تاع مرة في العام في وقت محدد محتاجينه كما ذكروا الأساتذة يعني تصح الأبدان. فلهذا السحور على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هو إلا لقيمات تقيم صلب الإنسان أو حسوات من ماء، وليس وجبة كاملة ثانية. نعم، إذا من طبيعي أنه في نهاية الشهر لو التزم بسنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، واللي هي أساس كل هذه القواعد العلمية في التغذية وفي الصوم وفي الغذاء، في نهاية المطاف قد يجد نفسه قل في الميزان. نعم، لأنه تخلص من فضلات، وتخلص من دسم زائد، وتخلص من شحوم زائدة، وتخلص من نفايات كانت مترصبة في جسده في نهاية المطاف. هذا هو نعم. المراد. إذن من تحصل على هذه النتيجة إن شاء الله يكون متوج كذلك بجائزة روحية أكبر، بمعنويات أكثر، وبخشوع أكثر، وقرب من الله أكبر. نعم. فأود أن أطرح سؤال طرح علي حول امتحان يعني يوضع، يعني نوع من التحاليل يجرى لبعض المرضى
اللي هما بين مرحلة ما قبل السكري والسكري. يعني فيه شك كبير من طرف الأطباء أن هذا المريض قد هو مصاب بزيادة في الوزن ولديه اعتلالات كثيرة تؤهله لأن يكون مصاب في الآن مصاب بالسكري. نعم. ولكن وهو لا يدري يعني. وهو لا يدري. وهو مقبل على رمضان وهو في ليلة رمضان. طبعا الطبيب يشير إلى إجراء هذا التحليل بتناول جرعة من الماء المحلى بالسكر، وهذه الجرعة يجرى بعدها تحليل طبعا بعد أخذ العينة من قبل على صوم، يكون صايم الإنسان، وبعد ذلك أول عينة ساعة بعد التحليل بعد الجرعة عفوا، وبعد ذلك 120 دقيقة بعد الجرعة، ويكون تحليل السكر في الدم، وبذلك نثبت إن كان فيه قابلية لأن يكون مؤهل لأن يكون مريض بالسكري أو هو اليوم مريض بالسكري وهو لا يدري، ويكون برمجة هذا التحليل ليكن يوم أول رمضان مثلا. نعم. الآن احنا القاعدة عندنا أن درء المفاسد أولى من جلب المصالح، فأنا إذا كان طبيب يعني طبيب يعني صاحب خبرة وأجرى التحاليل أولية، لأن نظن فيها التحاليل تجرى يعني بدون حاجة إلى شرب الماء، يعني التحاليل تندار يعني تلقى جليسيمي على الصباح، فإذا كان دارها وعرف بأنه يعني عنده زيادة في السكر ولو شك فيه باللي ممكن راه مريض بالسكري، نعم، وحالته تحتاج باش تثبت عن طريق التحليل تكلمت عليه الآن دكتورة، اللي هو لازم يشرب الماء المحلى. فإذا كان طبيب قدر بأنه لازم يعرف حالة المريض باش يقول له يصوم ولا ما يصومش، لأن احتمال يدير له التحليل هذا ويلقاه في حالة متقدمة تاع سكر ولازم ياخذ الأنسولين، ففي هذه الحالة نقول له يقدر يدير التحليل ويقضي نهار تاعو ولا إثم عليه إن شاء الله. إذن لأنه هذا لم ينتهك حكمة رمضان. نعم. ماشي هو حب يفطر، وإنما بدواعي العلاج. شكرا لك أستاذ يحيى بوشابو. إذا مشاهدي الأفاضل نأتي إلى نهاية هذا العدد بحول الله، إن شاء الله تكون كانت الفائدة عامة. لمن لم يتمكن من التواصل معنا له فرص أخرى إن شاء الله. كان موضوع اليوم حول التغذية في رمضان، وتناولنا من حديث الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه فحسبه لقيمات يقمن صلبه، إن كان ولابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. كان هذا يحوم نقاشنا حول التغذية اليوم، فوائد التغذية الصحية والغذاء الصحي، اختيار ما هو طازج من الخضر، تقديم الفواكه في أول الوجبات أفضل من تأخيرها، كذلك كيفية الحفاظ على هذه الأجهزة وعلى جسمنا بتناول الملفوف ومضادات الأكسدة المتواجدة في الكرفس والفواكه، كذلك كيفية الاستفادة من هذه الخضر والفواكه. أسأل الله أن يكون التوفيق حليفنا دائما، وبارك الله لكم، وشكرا لكم على تواصلكم معنا وعلى وفائكم. لا أنسى أن أقدم الشكر إلى الأستاذ يحيى بوشابو على لقائه معنا، والأستاذ كمال فيسي شكرا لكم، دكتور عبد الحاج شكرا لك على حضورك معنا، إن شاء الله نتلقاوك في فرص أخرى إن شاء الله. إذا نضرب لكم موعدا مشاهدين الأفاضل إلى الأسبوع القادم في موضوع جديد إن شاء الله، ولا ننسى تحيات الفرقة التقنية وفريق بلسم، لا ننسى أن نقدم لكم الشكر والاعتذار لمن لم تتمكن بإعادة التواصل معنا أمسرين، عودي الأسبوع المقبل إن شاء الله، وإلى ذلكم الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.